مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم تاني. حلقاتنا من حصاد الدوري المصري ممتاز في نسخته الحاليه، والنسخه اللي قلنا امبارح انها ابتدت بشكل قوي جدا وصعب جدا تتوقع هتنتهي على ايه. مين في القمه ومين في مربع الذهب ومين في النص ومين في صراع القاع اللي هو بيكون الصراع الاشرس دايما بقاله سنين في الدوري المصري الممتاز. هنرجع ان شاء الله يوم الثلاث، واكيد كلنا في انتظار عوده الدوري المصري الممتاز في نسخته الحاليه دوري نايل، والبداية هتكون بإذن الله يوم الثلاث مع عودة بعد توقف دام تقريبا لمدة أسبوعين. فكلنا أكيد في انتظار الدوري المصري بعودته القوية، وإن شاء الله كمان يكون مثير زي الست أسابيع الأولى. مشرفنا ونورنا اثنين من نجومنا الكبار اللي هنتكلم معاهم النهارده عن كل ما يخص الست اسابيع اللي فاتوا واللي جاي. كابتن عبد الظاهر السقا وكابتن محمد ابو العيله. كابتن عبد الظاهر برحب بيك. مساء الفل يا كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وحشنا. منورنا وانت كمان. الله يخليك. كابتن ابو العيله منورنا. كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مساء الفل عليك. حبيبي. الحمد لله. تعالوا الاول نشوف تقرير عن التلات انديه اللي صعدوا، التلاته مقدمين بدايه قويه. سواء زد او بلديه المحله او الجونه، الثلاثه موجودين في مراكز طيبه، الثلاثه حققوا عدد من النقاط وعدد من المباريات اللي قدموا فيها اداء ككوره حلو. فتعالوا الاول نشوف التقرير ونرجع نتكلم على مفاجاه ولا مش مفاجاه، قوه الانديه الصاعده في اول ست اسابيع من الدوري المصري الممتاز. رفعت الفرق الصاعدة حديثا لدوري نايل شعار لن نكون ضيوف الشرف خلال أول ست جولات من عمر المسابقة، بعد أن قدم زد اف سي وبلدية المحلة والجونة عروضا قوية وأظهروا مخالب قوية بالجولة الأولى. زد بقيادة مجدي عبد العاطي عبر عن نفسه بقوة، بداية من فوزه التاريخي على الإسماعيلي بهدف دون رد بالجولة الأولى، وصولا إلى تغلبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة، وهو الفوز الذي أطاح بالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأبيض. وبشكل عام جمع فريق زد صاحب المركز الرابع 12 نقطة من 6 مباريات من خلال 3 انتصارات و3 تعادلات، وهو الفريق الوحيد مع الأهلي الذي لم يتذوق طعم الخسارة ويأمل في الحفاظ على هذا الأمر مع عودة الدوري بعد التوقف. كل مباراة بالنسبة لي هي مباراة، يعني أنا بشوف أن 3 نقط مهمين جدا بنشتغل قدام اي فريق ايا كان. احنا في الاول وفي الاخر احنا فرقه صاعده، سنه اولى لسه دوري ممتاز، اكتر من 20 صفقه، كون ان يحصل تجانس ده بدري ويبقى فيه الحمد لله اداء وشكل، والحمد لله برضو ربنا مكلل تعبنا ده بالنتائج. في المقابل بلديه المحله صاحب المركز الحادي عشر تحت قياده مديره الفني الاصغر بالمسابقه احمد رؤوف قدم عروضا قويه هو الاخر، وجمع 8 نقاط من 5 مباريات، تبقى له لقاء مؤجل أمام الأهلي وأنهى الدوري قبل التوقف بفوز كبير على فاركو بثلاثية، ويسعى لمواصلة تلك العروض في الجولات المقبلة. زي ما قلت وهفضل أقول، مهم جدا نكسب على ملعبي، يعني شوية كنا فاقدين الثقة في موضوع أني موضوع المكسب، لكن دايما بقول للعيبة يعني فكرة إن إنك موضوع الإيمان إنك تلعب على ملعبك وإنك تقدر تكسب على ملعبك ده موضوع مش موضوع يعني موضوع تقدر تعمله عادي يعني. وسار فريق الجونة صاحب المركز الثامن تحت قيادة مديره الفني علاء عبد العال بنفس الخطى القوية للفرق الصاعدة، وجمع 9 نقاط من 6 مباريات وأنهى الدوري قبل التوقف بشكل قوي من خلال انتصارين على حساب فاركو والدخلية وتعادل مع الأهلي. النهاردة 9 نقاط فوق أندية كبيرة، فأنا بقول الحمد لله الحمد لله أدينا بشكل كويس، طلعنا بالهدف اللي احنا عايزينه، إن احنا لو ما عرفناش ناخد 3 نقاط ناخد البونت، وبقول
ان احنا كنا ندي فترات طويله مع النادي الاهلي، احنا مش دفاع 90 دقيقه. وسيكون هدف علاء عبد العال الاستمرار بنفس الخطى مع الجونه، حيث تتنافس الفرق الصاعده الثلاثه على لقب الحصان الاسود بالموسم الحالي. لقب الحصان الاسود زي ما سمعنا في التقرير او شفناه، يعني الثلاث مصعدين الثلاثه قدموا لنا بدايات قويه جدا، زاد في المركز الرابع، الجونه في المركز الثامن، وبلديه المحله في المركز ال11. فتعالى كابتن عبد الظاهر نبدا مع زاد في المركز الرابع، ثلاث تعادلات وثلاثه فوز، ما خسرش زيه زي الاهلي، الفرقتين الوحيدتين في الدوري اللي ما خسروش، ومقدمين كوره حلوه وعندهم فرصه التواجد في المربع الذهبي السنه دي قائمة أكيد، لأن البداية القوية دي ساعات بتسهل لك مهمتك. فهم فرق عن الصدارة بنقطة، يعني 13 للأهلي وبيراميدز وهم 12، قصدي إن بدايتهم القوية دي ممكن تحطهم في حتة حلوة. فهل يقدر زاد في أول موسم ليه إنه يحقق مفاجأة بالتواجد في مربع الذهب؟ عايز أقول لك عشان بدأت قوي يبقى أنت حضرت كويس. حلو. ده شيء مهم جدا، يعني أنت الدوري ما جاش عليك فجأة. عشان كده لما ترجع لزاد هو حضر إزاي؟ واحد اختار مدير فني، ده الشيء المهم جدا. اولا اداره فاهمه جدا ممارسه الرياضه بشكل كبير جدا، عندهم نوع من ان هم عايزين دايما يبقوا في المربع الذهبي او في الاضواء او السبوت يبقى عليهم، فده نوع الاداره اللي موجوده في زد. نفس الحكايه لما جابوا مدير فني كان له طبعا تجارب كويسه جدا مع اسوان، شخصيه هايله جدا، عنده طموح، عايز يثبت نفسه، عنده فكر. حلو. لان اعرف الكابتن مجدي عبد العاطي لما كان مدرب انا والكابتن محمد ابو العال في انبي، صح، فانا اعرفه كويس جدا، اعرفه شخصيته، اعرف ان هو دايما عاوز يكسب، ما عندوش حاجه اسمها دفاع وكونتر اتاك والكلام اللي هو ليه شكله في الملعب بالظبط كده، ان انا عايز اروح اتعادل بس، لا له شخصيه وده انطبع على اللعيب. صح، جريء جدا، صح، جريء جدا. طيب لما تجيب مدير فني هتفضل تجيب لعيبه، فلازم تجيب لعيبه بنفس المواصفات بتاعه المدير الفني. صح، فجابوا له 20 لعيب منهم بالزبط. صفقات كويسه جدا، فالمثلث كاداره ومدير فني ولاعيبه اكتمل. حلو قوي. فيطلع حاجه كويسه. ماشي. فاجيب اللعيبه من انهي انواع؟ اجيب لعيبه عجوزه لها اسماء لا انا اجيب لعيبه محتاجه تلعب. ايوه. محتاجه تظهر. ايوه. فعندي ما كانش لها حظ انها تلعب في انديتها، فرق كبيره زي علي لطفي، شادي، ميسي، الناس دي عايز تلعب، عايز تقول انا موهبت اهو. علي لطفي صبر كتير جدا، فالنهارده لا مقدم مستويات هايله جدا علي لطفي، وكابتن فرقه هايل جدا. قدامهم بقى كمان محمد سمير ذو الخبرات الكبيره جدا. طب. فانت عملت خليط ما بين الخبرات واللعيبه كويسه والطموح، اذا انت هتنجح ما فيهاش شك خالص. اتنين، معدل الاعمار انت ما طلعتش قوي بمعدل الاعمار ولا جدا. خليت عملت ميكس زي ما انت عملت ميكس، عملت لعيبه خبرات لكن كمان في لعيبه صغيره بالظبط كده، وده شيء مهم جدا. اتنين، انت وضعت الطموح، وضعت اللائحه كويسه، وانت في نادي تحس ان هو نادي كبير، عنده المقومات، هو نادي كبير، تحس ان هو عايز يروح في حته ديت. تمام، موفر لك حاجات كتيره جدا كاداره. وده شيء مهم جدا، لان مفيش واحد يقدر يلعب لوحده. طب. المثلث اللي انا قلت عليه ده محدش يقدر ماشي. يلعب. اتنين، معاه مدير كوره وليد صلاح، وانا يعني شهادتي فيه يعني مجروحه، كلنا شهادتنا فيه مجروحه، مجروحه حد يعني شاطرين جدا في الحته دي، شاطرين قوي في الحته دي، قريب من اللعيبه جدا، بيلم كتير، في اكيد في مشاكل كتير هو بيحلها بشكل كبير جدا. صح. عامل شغله كويس. فرق او السن القريب منه لمجدي برضه عاطي كيمياء كويسه جدا، سهل جدا مهمه مجدي عبد العاطي بالظبط. عشان كده المشروع كله متكامل، فهمت. المشروع كله فاهم بعضه، المشروع كله ما فيش حد بيعمل ديفنس في التاني. فملخص كل الكلام ده انه مش يطلع لك في الملعب انه يبقوا في المركز. انا ما جبت سيره الملعب لحد الان. يبقى انت الكيمياء ديت والتركيبه ديت تطلع لك في الملعب، ان انت فريق منظم كويس قوي. كميه الجري حلوه قوي، يعني الفتنس بتاعهم هايل جدا، ما بخافش من حد. تماما، عنده نجوم بينقلوا الثقافه بتاعتهم للاعيبه الصغيره، وده شيء مهم جدا. عنده ما عندوش مشاكل في الفرقه، ما عندوش حد يعني ايه نقول عليه اللي خلي بالك من ده عشان ده بتاع مشاكل. فعاوز مشكله عايز سبوت عليه، عايز دايما ان انت تاخد بالك منه، ما عندوش مشاكل. فاذا ده الاستقرار المادي، وده شيء مهم جدا جدا جدا. طب. مستقر،
حتى لو انت بتدي اقل من الفرق التانية بس انت عندك الحته دي في معادك وما فيش متاخرات ويعني عندك الحته دي في فرق كبيره بتعاني منها طب ودي بتبقى سبب مشاكلها طب بشكل كبير جدا لكن أوكي. انت ما عندكش سبب ان انت تفشل غير ان انت تشتغل فكل ده كل ده ما عليكش ضغوط ما عندكش جمهور صح. مستني النتيجه بتاعتك فاللاعيبه الصغيره تخاف ولا حد يخاف لا هو كله طالع من اوضه اللبس اوكي فاوضه اللبس هتجتمع على ايه هتشوف ان عمل مباراه هايله جدا عمل حاجه كويسه جدا اللي توه كل ده فوز على الزمالك يعني خلي بالك لما بتفوز على فرقه كبيره انت بتاخد ثقه في طبعًا نفسك طبعًا. وانت كمدير فني خلاص خدت ثقه من الاداره يعني هو برضو خلينا نقول ان الجدول كان بالنسبه له بالتدريج حلو جدا يعني هو ده اللي انا اسماعيلي في جونه لا في هو خدمه حاجتين هو معاهم الدرجه الثانيه فخلص يوم 15/6 والدوري بتاعنا بدا 20/9 فثلاث شهور ظبط الاوراق بتاعته كويس جدا جاب اللي هو عاوزه وجاب الترانسفير اللي هو عاوزه خد وقته في التجهيز كل حاجه خدت وقتها صح. لما الحاجه تاخد وقتها عشان كده بتبقى نتيجتها كده هتلاقيهم اجهز ناس موجودين هتلاقيهم اجهز ناس موجودين أوكي. عن الفرق اللي بتاعه الدوري الممتاز بتاع الدوري الممتاز خلص اخر سبعه فبدا اللعيبه تاخد شهر واللعيبه دي متمرسه انها ما خدتش اجازات فخدت فالريتم بتاعهم قليل لا دول ناس زي ما نقول بعرف الكره كده هم عايزين يعملوا تاريخ فاهم قصدي اوكي صفقاته كانت هايله جدا جد. جدا جد. جدا جد. جدا راهن على ناس في ناس كتير قوي شككت فيها وطلعوا بقى الوقت نجوم مرشحين لمنتخب مصر يعني مصطفى زيكو يعني انا شايف ان هو من اللعيبه الهايله جدا المفاجاه جدا ان هو لازم ياخد حاجه بدا الناس تعرف اللعيبه دي بشكل كبير جدا فانا بحييهم جدا وحاسس ان هم هيمشوا كويس جدا وهم اللي عاملين طعم للدوري حلو بامانه اللي حصل او اللي اتقال ده كله يا ابو العلا بره الملعب قبل ما يدخل الملعب لكن جوه الملعب بقى الفرقه متنظمه صح يعني زي ما كابتن عبد الظاهر بيقول الخبرات موجوده والشباب موجودين فتقدر وعندك بودله فانت عندك اي فكره في دماغ مجدي عبد العاطي هيعرف يطبقها بنوعيه اللعيبه اللي موجوده عنده اجنحه قويه عنده مهاجمين عنده نص ملعب اقوياء مدافعين كويسين يعني عنده في كل مراكز مواصفات جيده جدا تقدر تطبق له افكار اللي زايد عن ده ان هم ما بيتخضوش مش خايفين من حد عشان كده دخلوا الدوري بشكل قوي هو الحقيقه عمل فرقه كويسه جدا مجدي عبد العاطي وعايز اقول حاجه ان عندك اصغر اثنين مديرين فنيين في الدوري هو احمد عبد الرؤوف ومجدي عبد العاطي حلو فالاثنين رغم صغر سنهم في الدوري الممتاز بس الحقيقه الاثنين عندهم شكل نتكلم على زيد مجدي عبد العاطي عنده شكل في شخصيه في الملعب مش فرقه نازله تدافع بس صح. فرقه عندها حلول هجوميه وده من مدرسه مجدي عبد العاطي ان هو جريء واكدنا على الكلمه دي مهاجم هو اصلا وفعلا فكره فيه جراه اما لاعب الاسماعيلي اول مباراه كان ممكن تقول ان خلي بالك البدايات بتبقى مهمه قوي للفرقه دي صح. فهو عرف يستغل البدايات بشكل كويس قوي عرف يكسب على ملعب استاد القاهره خطف فوز مهم جدا من الفرقه على فكره اللي جابت اهداف كتير ودي معناه ان في شخصيه هجوميه يعني هو ثاني فرقه بعد الاهلي والزمالك جاب اهداف الزمالك والاهلي جابين 12 هدف وهو جاب 11 هدف صح. فهو اذا فرقته بتهدف صح. ممكن يكون استقبل شويه بس دي ممكن فيها عنصر خبره الحته اللي انت اتكلمت عليها اللي هي فكره ما تخضوش لان هو عامل في الفرقه عنده عناصر خبرات جايبها زي علي لطفي في خط مهم جدا زي حارس المرمى محمد سمير متمرس قبل كده لاعب شادي حسين حتى لما جه زيكو لاعب دوري ممتاز حتى اللاعب صغير زي محمود صابر برده كان موجود رتم دوري بيراميدز كمان ومنتخب اولمبي وحاجات كده لعيب هاي فهو عنده بعض اللاعبين اللي يدوه الحلول اللي يخلوه ايه يوفروا عليه مشوار الخطه اللي انت قلت عليها دي ودي بتفرق بشكل كبير جدا زائد ان هو عارف يستغلهم ان هو عامل تيم جماعي كويس يعني هو مش بس معتمد على الحته اللي هي بتاعه ان انا عندي افراد كويسين وممكن العب على مهاره فرديه لا هو بيشتغل شغل جماعي في جمل في المباراه بتتعمل في تدرج في المباراه في تقسيم للمباراه يعني ممكن ابقى عارف هدافع امتى عارف انا محتاج اضغط امتى كمان من اللافت للنظر ان عنده لعيبه تعرف تجيب ضربات جزاء من اكتر الفرق اللي جابت ضربات جزاء عنده كم ارقام كده مخليه مميز لكن الماتش اللي احنا شايفينه ده يا ابو العلا هو اكتر ماتش في الست ماتشات اللي لعبوهم اللي بين لك شكل الفرق بيلعب الزمالك خسر او تاخر بهدف لكنه رجع قدر يرجع ويتعادل ويتقدم وقصدي انه ما كانش خايف من الزمالك رغم انه اما تتفرج على اللقاء
الطبيعي ان الزمالك يبقى كفته مايله. كان باين حتى يعني خد بالك رغم ان هو بدا اللقاء ده مش كويس يعني الزمالك جاب جون في اول 10 دقائق وضيع بعدها كان ممكن مباراه تقفل لكن يحسب له ان هو رجع تاني للجيم وعنده تغييرات صنعت الفارق على فكره لما بينزل اللعيبه عنده تغييرات تصنع الفارق دي فرقت معاه برده شويه بشكل عام هو الفريق زي ما قلت لك منسجم نسينا نقول كمان حاجه مهمه الفرقة الوحيدة اللي ما خسرتش ودي اتقالت مع الاهلي فبرضه دي خلي بالك تحسب الثقافة دي صح لما تدخل من فرقة درجة من الدرجة التانية تدخل تلعب دوري ممتاز وانت عندك القناعة ومحافظ لعبتك ان انا ما اخسرش الفوز بيجيب فوز فانت لما تعود على عدم الخسارة دي ثقة كبيرة جدا جدا جدا, جداً. بتفهم معاك وبقيت انت حتى لما في ماتشات انت يعني اسميا لما تيجي تلعب الاسماعيلي التاريخ والفوارق المفروض لمصلحه الاسماعيلي اسميا قدام الزمالك وطبعا مع ذلك كسب الاسماعيلي اسميا قدام الزمالك فارق كبيره جدا لكن عارف طب. يكسب الزمالك فهو عامل الحقيقه حاجات ليه بصمه مجد بعطي ليه بصمه ليه شكل في الملعب مش مجرد فرقه عندها شويه لعيبه كويسه وخلاص في شخصيه في الملعب بتتلعب والحقيقه وعنده تحدي انه يعرف يستمر تاني بعد التوقف وبعد ان هو يقدر الدوري لسه طويل وفي لانه من الفرق اللي التوقف ده ممكن يضرها لانه كان كويس بالظبط دي ساعات بتبقى بيقع فيها بعض اللعيبه اللي ما عندهاش خبره لكن هو مجمل عامل اداء لو شفنا بالارقام هي مفيش خساره بدايه قويه جدا على الاهداف اللي بتيجي محقق 12 نقطه من 6 ماتشات خلي بالك هو كسبان 3 ومتعادل 3 بالظبط رقم على اي فريق صاعد ده رقم مميز جدا 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 مع مدير فني من اصغر المديرين الفنيين في الدوري الممتاز بتفق معاك الفرقه الثانيه كابتن عبد الظاهر الجونه على عكس زد ما دعموش كتير دعموا صفقات قليله جدا كعدد وكاسامي كبيره يعني ماشي ممكن يبقى العدد مش بطال انما عدد. كاسامي في عدد بس الاسامي مش بقوه صفقات تبادوش. مثلا زاد لا خلص. انما علاء عبد العال صبغه دفاعيه ومدرب ليه شكله الدفاعي مشهور بيه في الكره المصريه بقاله سنين وقدر انه يبقى برده موجود في حته حلوه بالنسبه للناس كانت متوقعه من الجونه النهارده الجونه في المركز الثامن حقق فوزين وثلاث تعادلات مش وحش خسر مره واحده في 6 ماتشات وبشكل عام ما تقدرش تقول ان هم فرقه بعيد طبعا نادي الاتحاد متعادل معاه في اخر ثانيه متعادل مع الاهلي فقصدي ان هو فرقه حلو لان انا ماسك في المنظومه ماشي طالما المنظومه كلها متفاهمه يبقى نسبه النجاح فيها بتزيد على فكره ممكن تعمل كل ده كزد وتلاقي ممكن نتائج ما صح جدا لكن طالما اتبعت الاسباب انت مش ناقصك غير توفيق بس توفيق في الجدول توفيق في ان انت تكسب مثلا في اول 10 دقائق توفيق ان اللعيبه تبقى المدير الفني ممتلك اللعيبه بسرعه وحاطط عليهم المدرسه بتاعته توفيق فالاثنين مجتمعين مع بعض الجونه لما كان عندهم 3 حقائب او في المدير الرياضي بتاعهم من اول نادر شوقي وحسام غالي لما جابوا اللعيبه الكتير قوي وكنا بنسميهم اكس النادي الاهلي صح الاهلي بي كان بيتسموا الاهلي بي يعني كانوا جايبين اكتر من لعيب في النادي الاهلي كتير 7 8 كلهم اعارة صح فكانت فرقه بنقول عليها فيك يعني فرقه مش دي الحقيقيه لانه اعارة لان لان ده اعارة مش عندك هتيجي السنه الجايه مش هتلاقيهم مش تبقوا موجودين فما كانش مبني النادي على اسس كويسه ثابته نجوم كتير قوي محطوطين لكن في الاخر خالص هتيجي تلاقيهم اختفوا السنه الجايه مش موجودين معاك خلاص فده حقبه راحت جه حسام الزناتي وعمل فرقه برده كويسه جدا وما حلفوش الحظ واعتمد برده على البادجت العالي بقى موجود خلاص وعمل نجوم وعمل وفي الاخر نزل درجه ثانيه لما جه الحصري النهارده هو اللي داير النادي اختار مدير فني بيعرف يشتغل بامكانيات قليله هو الاول حط له ميزانيه اقل من اللي بالزبط. فات بالظبط اقل من الاثنين دول بالظبط كده فجاب مدير فني عاوز كمان عنده طموح ان هو يستمر وخبراته الكتيره ايوه اكبر خبرات في الكابتن علاء عبد العال انه بيعرف يلم نقط حلو وده شيء مهم جدا نقطه من هنا على 3 من هنا وفيعرف ممكن اتعادل ممكن اكسب ممكن تعمل اثنين في لعيب فرق معاهم جدا احمد بالحاج جدا يعني بص يعني ايه زي ما بقول لك إيه الاتحاد مبلوله مثلا فارق معاهم جدا طبعا. خلاص فلما تعمل الترانسفير او تتعاقد مع واحد زي احمد بالحاج انا شايف ان احمد لقى نفسه هناك جدا ما لقاش نفسه في الزمالك طب لقى نفسه هناك هو كان ولقى في اسوان واضح جدا وبعدين في الزمالك بالزبط. الدنيا اتطفت شويه وبعدين دلوقتي بيبتدي 24 سنه اتكلم شويه لسه ما خدش تجارب لسه قابل للتطور ولسه لعيب بيجي منه كتير جداً. يعني
جاب مجموعه من اللعيبه الصغارين اعتمد عليهم مع الخبرات اللي انا بقول لك عليها. يعني مسعود الجون هتلاقي عنده خبرات كتير. صبر رحيل صبر بيقدم احسن 6 ماتشات تقريبا شفتهم لصبر من زمان. صبري الكروسات بتاعته عامل تقريبا 3 جون اسيست موجود. من الخبرات الكويسه جدا في خط الدفاع بشكل كبير جدا. عندهم باك رايت انا شايفه ان ده هيبقى من اللعيبه المهمه في الدوري المصري. احمد محمود طبعا معار من الزمالك نادي الزمالك. بتتكلم في 2001 موجود. ده من اللعيبه الهايله جدا باك رايت. نور السيد وكابتن الفرقه جونا بيته بيروح ويجي بس هناك فكابتن تيم بيعرف عارف اجواء الجون عامله ازاي. موكا من انا شايف ان برضه من لعيبه هايله جدا الهاف ليفت الموجود بصانع لعب. فالمجموعه كلها زي ما انا قلت لك بتبان عليها في الملعب ان هي ملعب متناغمه جدا. الـ 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 النقطه اللي هقول لك عليها ديت وهي ده سبب النجاح ان في روح في الجون. ان بقى في موجود روح في الجون. انا بقول لك من تاريخ من امتى انا ما شفتش الروح دي في الجون. حلو الفارق اللي معاهم ليه؟ في شباب كتير جدا موجودين في الملعب كله عايز يثبت نفسه يعرف الناس بيه. كل اللعيبه ما بين 2001 و2099 معظمهم كده في الفرقه. فتلاقي الجري كتير مع الخبره اللي موجوده في الدفاع مع الخبره اللي موجوده في النص مع تالق بالحج جولهم فرصتين ثلاثه بس في ناتج موجود. صح جدا. الشكل يطلع حلو. الاستمراريه ما ده المهم جدا. خلي بالك انت ما كنتش معروف فالفرقه مش لسه ما ايه الناس مش عامله حسابها قوي. الاسماء ما تخضش فانا كمنافس انا مش مخضوض منك. انا تحضيري ليك مش هيبقى احسن حاجه. فانت خطفت النقط. صح. المهم الاستمراريه. فهو عنده دكه كويسه جدا. اتكلم في اشرف مجدي يعني مثلا نور السيد لما غاب اخر 3 ماتشات لقينا في ناس طلعت في نص الملعب كويسه جدا موجود. فاذا هو لسه عنده لكن هل ده السؤال اللي انا مش ساله لزد فاهمني ممكن اساله في الجول ولا لا. الاستمراريه بالظبط كده. صح جدا. طيب ابو العلا عشان الوقت برده ما يسرقناش تعالى ندخل على طول على الضيف الثالث بلديه المحله بمدير فني شاب اعتبروا كتير جدا من الناس مفاجأة لأنه ابتدى بشكل ما كانش متوقع. برضو ما عملوش صفقات بأسامي. برضو الميزانية قليلة. مش داخلين بأسامي يعني كبيرة. كلها أسامي أغلبها جايين معاهم من القسم الثاني أو كمان تعاقدات من القسم الثاني أكتر منه أي حاجة تانية. بعض الإعارات وحاجات كده. إنما في الآخر أحمد عبد الرؤوف بميزانية قليلة. مدرب شاب. أول مرة في الدوري ممتاز. فكان في مفاجأة انه يبقى بالشكل ده. شكلا هجوميا فرقة حلوة جدا. رابع اقوى فرقة في الدوري كهجوم جايب 10 تجوان. استقبل 9 لكنه فرقة بتفتح الجيم. وهو حتى لما كنت بتكلم معاه يقولك هو من مدرسة المدربين اللي يحب يهاجم. يعني ما عندوش مشكلة انه يكسب 4-3. في مدربين زي كابتن علاء عبد العال مثلا العكس. لكن هو يحب ده. يحب انه يكسب وحتى لو استقبل لكن يسجل اكتر وحاجات كده. بلديه المحله مفاجاه في الثلاث فرق يعني زي جونه وعاملين مفاجاه. طبعا عامله مفاجاه لان كمان السكواد بتاعه والحجم الانفاق مش زي كمان فرقه الجونه. فلو قارنا بفرق ثانيه حواليه ممكن بقت تحتيه كمان في المراكز لا هتلاقي اقل بادجت في الدوري. اقل بادجت في الدوري. اصغر مدير فني. صح. في الدوري. صح. فالحقيقه يعني الظروف مش سهله. ظروف فيها عمل جماعي. احمد عبد الرؤوف الحقيقه حتى بقاله فتره حتى لما كان في الناشئين ومن الفرق اللي مسكها في الدوري القسم الثاني او الثالث هو ليه مدرسه لعب. صح جدا. بيهتم بالبيلد اب. بيهتم ان الكره تطلع من الحارس للمرمى للمدافع. هو البعض بيقول انه عبد الرؤوف شرب كتير من كارتيرون. هو متأثر جدا بكارتيرون في حاجات كتيرة جدا. طب. لكن ممكن اللي مش مساعده الى الان ساعات البيلد اب ده يدخل فيك اجوان كتير شويه لان وده اللي احنا امكانياتك برضو يعني دخل فيك 9 اهداف. فده معناه برضو ان انت ايه في حال في اخطاء. صح. كتير بس هو مصمم على مدرسه لعب. هو ليه شكل جد. برضو من المدربين اللي عاملين شخصيه مختار نوعيه لعيبه خلي بالك في منهم هو ناس دربهم في فرقه الزمالك زي حسام اشرف في الناشئين وبعض اللاعبين اللي هو ماجد هاني. بعض اللاعبين اختارهم بشكل او باخر عمل تكوين فرقه كويس جدا اشتغل على نفسه بشكل كويس. بيلعب كره هجوميه. بيوصل للمرمى كتير جد. عايز اقول لك حاجه ثانيه كمان ان عنده لعيب محترف فارق معاه وانا عاجبني انك تجيب لعيب محترف زي حكيم. سيبو حكيم
يفرق معاك. جميل. الانديه اللي زي دي ما بيكون عندك بس لعيب واحد بيفرق زي بالحاج مثلا. طبعا. صح. لعيب ساعات ما بنقوله في الاتحاد في لعيبه كده لما تبقى معاك فايقه بتعمل لك ايه الطفره الحقيقيه. صح جدا. فده موجود الحقيقه في فيبو حكيم ونشيط جدا وهو بيستغله احمد عبد الرؤوف كويس. هو بيستغله كويس صح. في اعتقادي ان يعني خطه عبد الرؤوف مبنيه على ممكن تكون جزء كبير منها على فيبو حكيم في الناحيه الهجوميه. أوه. التحول السريع من الحاله الدفاعيه الهجوميه بيعرف ينجح فيها فيبو حكيم. ده يمكن الهدف اللي جابه. انا فاكر الهدف ده كان في زد. أوه. عملها بشكل كويس جدا. بس خد بالك بص الباكين بيطلعوا على الطرفين. أوه. يعني في تكمله هجوميه. صح. في كثافه عديه جوه ال 18 الهدف. بالزبط. ده لو جه تاني يعني ده معناه ان في رغبه على ان نلعب الفوز هنا برده يعيبوا بقى الحته الدفاعيه. ما ينفعش يبقى التمركزات كلها في حته واحده. هي دي حاجات بس خبرات. الخبرات بتفرق طبعا. نوعيه اللعيبه ممكن مش كلها عندها تلعب دوري ممتاز. ساعات بتبقى ليها كده يعني مش كله متمرس. صح. او دي بتفرق ساعات. بس اجمالي ان انت فرقه لعبه خمس ماتشات خلي بالك نفس المباراه مؤجله. مع الاهلي. مع الاهلي. والقلق ده احسن ماتش في الدوري. احلى ماتش. صح جدا. البلدية 3-3. لا ده وكمان فنيات وكل حاجه. تحولات مباراه سريعه وتحولات هجوميه دفاعيه ولا يمكن حد يتفرج على مباراه زي دي يقول لك انها تطلع فيها ست جوان. فده الحقيقه فاجئونا بيه كلنا. وكان فعلا من امتع مباريات الدوري. صح. ما تبقاش عارف لحد اخر لحظه. مع الاتحاد كمان كان حلو. الماتش كويس جدا. فهو فيك بعض الحاجات كده المضيئه فرقه البلديه ونفحهم البدايه كويسه. كل فرقتين كسبوا في البدايه. دي بتفرق على فكره ان انا ادخل الدوري وانا كسرت الخضه. صح. وعودت لعبتي على رتم ان انا مش جاي درجه ثانيه. فانا ايه انا ضيف خفيف واطلع وانزل على طول. صح. وفاجئ الجميع. صح. فاجئ سموحه هو تقريبا اول مباراه. اتكلم كمان يا كريم هداف الدوري من عنده حسام اشرف. حاطط خمسه وهداف الدوري سته. فاذا انت بتوصل لجون كتير. بالظبط كده. هنتكلم اكيد اكتر عن تفاصيل كتيره او يعني ملفات تانيه كتيره جدا. مكملين كلامنا طبعا بعد ما اتكلمنا على الثلاث انديه الصاعده زاد وبلديه المحله والجونه اللي عاملين لنا مفاجاه الحقيقه. ودي حاجه طيبه جدا بالنسبه لكل جمهور الدوري المصري ان يطلع لك ثلاث فرق يضيفوا ويعملوا شكل في الدوري بدل ما يبقوا ضيوف خفاف ويرجعوا على طول. لا يعملوا لك شكل ويغلسوا على بعض الفرق الكبيره ويبقوا عقبه في وش كل الفرق. فالثلاثه عاملين كده والثلاثه هيبقوا محطات صعبه جدا لكل فرق الدوري. بعد الفاصل نتكلم على ظاهره المدربين اللي اتغيروا او اللي قاعدين او اللي مكملين. يعني هنتكلم اكيد عن ظاهره تغيير المدربين بسرعه ولا هي عاديه بتحصل في كل حته في العالم. لكن نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. خليكم معانا. منتشر نادي في الدوري المصري ممتاز في نسخته الحالية. منهم أربعة غيروا المدربين. الزمالك غير الكولومبي إخوان كارلوس أوسوريو واعتمد على معتمد جمال. يعني لسه الأمور ما تحسمتش إذا كان هيبقى مدرب يعني لحد آخر الموسم ولا ممكن يحصل تغيير في الفترة اللي جاية ويتم التعاقد مع مدير فني أجنبي. البنك الأهلي أقال نيكوديموس بابا فاسيليو وتولى المسؤولية كابتن طارق مصطفى وحقق أول فوز ليهم في الدوري على المصري البورسعيدي بعد خمس خسائر. فاركو أقال البرتغالي برونو روماو وتعاقد مع كابتن خالد جلال اللي قاد الفرقة في الأسابيع الرابع والخامس والسادس. الداخلية بقى كان مرتين بيغير المدير الفني. الأول كابتن ميمي عبد الرازق أعلن استقالته بعد الخسارة من سيراميكا في الأسبوع الرابع، وبعدها تولى المسؤولية هاني عبد الباقي بشكل مؤقت مرتين يعني أو مباراتين. وبعدها كابتن هيثم شعبان بيتولى المسؤوليه وهيظهر اكيد بعد التوقف الدوري. طيب كابتن عبد الظاهر، اولا تغيير المدربين قبل ما نروح للظاهره دي لانه السؤال الواضح هل بيحصل عندنا بدري
ولا لا. بس تعال نشوف الاول تقرير عن ظاهره تغيير المدربين او المدربين بشكل عام في مصر. هل فعلا في مشاكل في القصه؟ هل بيبقى الاختيار من الاول عشوائي ونشوف الدنيا هتروح فين؟ تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. رغم مرور 6 جولات فقط من دوري نايل، إلا أن رحيل المدربين كان عرضا مستمرا في الجولات الأولى. ومن المفارقات أن هناك بعض الفرق ستظهر تحت قيادة فنية لمدير فني ثالث مع عودة المسابقة بعد نهاية فترة التوقف الدولية لتستمر رياح التغيير وبقوة. البداية مع البرتغالي برونو روماو المدير الفني السابق لفريق فاركو، الذي قص شريط المدربين الراحلين بعد 3 جولات فقط. خسر فيهم الفريق من مودرن فيوتشر والمصري وتعادل مع سيراميكا كليوباترا، وتولى المهمة بدلا منه خالد جلال الذي قاد الفريق في 3 مباريات أيضا، وحقق فوزا على الإسماعيلي في عقر داره قبل خسارته في 2 مباراة متتاليتين أمام الجونة وبلدية المحلة. وجاء ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية ليكون الضحية الثانية بعد نهاية الجولة الرابعة والخسارة الكبيرة من سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة. فأنا دلوقتي حتى تقدمت باستقالة حالا بالنسبة من التدريب، حتى دلوقتي كله بيستنى على الكلام ده، إنما أنا بصراحة قرار نهائي بالنسبة. وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه هاني عبد الباقي، وقاد الفريق لتعادل سلبي مع الإسماعيلي وخسر من الجونة، وسلم المهمة إلى هيثم شعبان المدير الفني الثالث الذي سيتولى قيادة الداخلية هذا الموسم بداية من الجولة 7. وتواصل مسلسل رحيل المدربين، وكان القبرصي بابا فاسيليو بطل المشهد بعد انتهاء الجولة 5 التي شهدت خسارة البنك الأهلي أمام مودرن فيوتشر، لتقرر إدارة البنك الأهلي إقالة المدير الفني القبرصي بعد 5 هزائم متتالية، ويتولى المهمة بدلا منه طارق مصطفى، وبدأ مشواره بفوز كبير على حساب المصري برباعية نظيفة بالجولة 6. ولم يكن الكولومبي إخوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك أفضل حالا، حيث قرر مجلس إدارة النادي الأبيض إقالته بعد نهاية الجولة 6 والخسارة من زد إف سي وقبلها الهزيمة من إن بي، وتولى المهمة بدلا منه معتمد جمال بشكل مؤقت حين الاستقرار على تعيين مدير فني أجنبي جديد. 4 مدربين رحلوا، ولم يستمر مدرب مؤقت في مهمته خلال 6 جولات من عمر المسابقة، وما زال هناك مدربين آخرين على قائمة الرحيل حال استمرار تراجع نتائج فرقهم. فترى من يكون الضحية الجديدة في مسلسل إقالة المدربين في دوري نايل؟ المدربين في مصر وتغييرهم، هل بيأتي بسرعة؟ هل أصلا التعاقد معهم بيبقى بشكل عشوائي وبعدين لما الإدارة بتكتشف أنه الأمور مش في أحسن أحوالها بتقرر الإقالة؟ كابتن عبد الظاهر، ظاهرة تغيير المدربين، هل بدري أنك بعد 6 أسابيع في الدوري تغير 4 مدربين بل أكتر كمان؟ يعني هل الظاهرة دي بتيجي بدري شوية في مصر؟ طب خلينا نجيبها من حتة تانية. يلا. ان انت مشيته ده رد فعل ماشي، بس انت جبته من الاول ليه؟ بس اوكي، ده اللي انا عايز ادوس عليه. انت بتتعاقد بشكل كده ساعات عشوائي، كيف اختار مدير فني للفرقه بتاعتي؟ ماشي، وده شيء مهم جدا جدا. الصح ولا اللي بيحصل؟ لا انا احنا هنقول الصح الاول، قول الصح وبعدين اقول لك اللي بيحصل. بيحصل مش عارف بيحصل ولا لا. ماشي، بتختاره ليه؟ وده شيء مهم جدا. وناديك عامل ازاي؟ لازم تفكر في ناديك وتفكر في فرقتك وتفكر في لعيبتك وتفكر في شخصيتك، كل ده عشان تحتاج واحد لما يجي يلبس البدله تلاقيها مقاسه حلو. لو ما عملتش كده تبقى هتجيلك البدله يا واسعه يا ضيقه. فرقه كبيره واخده انها تاخد بطولات، واخده ان هي لو اي مدير فني هياخد فيها بطوله. انا محتاج ايه؟ شخصيه. مدير الاول وبعد كده يبقى فني. حلو، يبقى شخصيه. صح جدا. لما قالوا لما سموا المدير الفني ده سموه ايه؟ سموه مدير وبعد كده سموه ايه؟ فني. وبعدين فني. طب كام وكام؟ انت عاوز في نادي كبير كام وكام؟ يعني مثلا بلدية المحلة جابوا فني اعلى
في شخصيه لكن النسب بتاعته اعلى عشان يعلي اللعيبه عشان يوقفهم بنظام ويوقفهم ومع الشخصيه فممكن مثلا لكن يبقى 50 مثلا لكن مثلا تقول مثلا انا ضربت اهو امثله ببلديه المحله احمد عبد الرؤوف دلوقتي يمسك نادي الزمالك دلوقتي لا بس ممكن كمان كام سنه بعد كام سنه يقدر يمسك نادي الزمالك صح. لكن الفنيات عنده موجوده تغطي على الاداره ماشي يبقى اذا النهارده لو انا في نادي الزمالك محتاج مدير وبعد كده بقى حط 50 خط وبعد كده يجي الفني اوكي جوزيه لما نجح 60 40 مثلا لا اكتر 70 30 في الفرق الكبيره في في النادي الاهلي والنادي الزمالك ماشي. انت محتاج مدير قبل ما يبقى مدير حلو ف 70 شخصيه أيوة. 30 فني بالظبط كده حلو قوي ماشي. واكبر مثال جوزيه معاك جدا صح معاك جدا اكبر مثال في الدنيا جوزيه صح خلاص كان مدير ناجح جدا, جداً في اداره جداً. الفريق واللعب بالاوراق في الاوقات المناسبه والضغط على بعض اللعيبه عشان يطلع احسن حاجه عنده حلو قوي فبقى راجل شخصيه مهمه جدا وساعده على كده ايه اللي في ظهره مين الاداره طبعا وده شيء مهم جدا طبعا عشان انت ممكن تخلي المدير الفني ده مدير كوره قوي وبتاع يا فندم بالظبط فانت بتبقى ده كان معاه عتاوله الحته دي كابتن ثابت البطل لو ما قدرتش تسيطر ومره تضحك ومره تشخ ومره تطلعه بره التشكيل خالص ومره تزعق جدا ومره تدوس عليه جدا فاهم قصدك فدي عايزه مش هتعرف تسيطر على كمان فرقه مليانه نجوم بالظبط مستحيل صح طيب يبقى النهارده اسوريو هل فنيا عنده افكار عنده افكار كتير جدا صح جدا وعنده افكار صح جدا صح جدا وفي وقت ساعات اللعيبه هربت منه فنيا لانها مش قادره تنفذ اللي بيقوله حلو قوي من كتر ما هو بيتخيل الموضوع ليه مش قادره تنفذ عشان هو مش مدير جيد بس كده يعني ممكن الاداره تاثر عليك في الفنيات ماشي يبقى انت النهارده واحد شخصيه اتنين شخصيه 10 شخصيه وهات اخر حاجه فني اخر حاجه احنا فعلي. كان عندي ماشي طب لا السؤال بس قبل ما نروح للنقطه الثانيه الافكار اللي كانت عند اوسوريو بما انه واحد من المدربين اللي بنتكلم عنهم الافكار اللي عند اوسوريو هل اللعيبه ما كانتش عارفه تطبقها بس علشان هو ما كانش شخصيه قويه وقادر يلعب على نقطه كل واحد فيهم ازاي ولا هو افكاره كانت معقده بالنسبه لامكانيات اللعيبه اللي اغلب لعيبه الزمالك النهارده مش سوبر ستارز انت النهارده فتوح اكتشفت فيه انه يقدر يلعب نص ملعب انه يقدر ثلاث اماكن بسبب مين؟ بسبب الراجل ده حلو ان هو حاطط انا مش قادر اختلف انا مش قادر اختلف افكار عظيمه تمام هي في بعض الاحيان في بعض التغييرات في الـ في الـ في الماتشات اللعيبه هربت منه كتنفيذ ما شيء مهم جدا ان انا اكون عندي خطط كتيره جدا لكن التنفيذ نسبتها كام؟ ايوه انا قصدي بقى هنا ده هو ده سؤالي انا بدي انت كام من ده ديو تو انه الراجل عنده مشكله في الشخصيه وانه مش عارف يطلع منك ده بزي. ولا انك انت مش عارف لانك لا امكانياتك مش قويه نادي الزمالك عايز اداره وليس فنيات نادي الزمالك محتاج مدير فني شخصية قويه جدا لو هتيجي على كل العصور هتلاقي اللي نجح في نادي الزمالك شخصيات صح مفيش فيها اي نوع من الجدل واعتقد انه في الزمالك والاهلي في الانديه الكبيره الزمالك يعني. والاهلي الزمالك والاهلي في بس عايز اقول حاجه صغيره في الزمالك تحديدا يعني يا ريت تشاركنا الزمالك بالذات ممكن ما نطبقش عليه كل المعايير اللي موجوده في فرق الدوري ازاي بقى هقول لك ليه لان الزمالك قد يكون الوحيد اللي ظروفه اللي ممكن فيها اعاده هيكله تاثر مباشر فنيا يعني عنصر الماديات عنصر ايقاف قيد عنصر عدم استقرار وامتناع ايقاف القيد ماشي كل ده مع احترامي اي مدير فني هيجي حتى لو عبقري هيبقى عنده صعوبات بيواجهها غير الاداره الفنيه موافق طبعا عايزين مدير كويس ده مفيش شك لما يكون وضع بس انا عايز مدير كويس انا عايز اوفر له مناخ انت عايز اوضاع مستقره الاول وبعدين اي حد يتحط. عشان كده نادي الزمالك دايما هيبقى خليه في حته مختلفه وده دايما كان منهجي انا لما بتكلم عن نادي الزمالك ليه نادي الزمالك يا جماعه لا محتاج يبقى طبيعي يعني لا لازم يبقى طبيعي دايما اتكلم انه لازم يبقى طبيعي أوكي. فلما يبقى طبيعي نبقى ساعتها بقى نقيس المدير الفني بتاعه اكبر من امكانيات اللعيبه اللي موجوده وده كان جزء اشتغل فعلا اسوريو كان ساعات بيبقى طموحه وامكانياته لا تتناسب مع واقع نادي الزمالك واقع نادي الزمالك اللي قلناه من حي
حيث القيد، من حيث الماديات اللي بتاثر على اللعيبه، من حيث الاصابات، من حيث الصفقات. الراجل ما فيش صفقات، قال له هيجيب صفقات، لا القيد موقوف. فانت عندك حاجات معقده ومركبه، فمهما كان المدير الفني في مرحله زي دي مش هينجح. صعبه يا جماعه، انت بتديني بتدي مدير فني من غير اي ادوات. خد بالك، انا كمان اعرف من ناس كانوا مع مستر اوسوريو قالوا لي ان هو مدرب كويس جدا، بس احنا بنيجي نقيس مدير فني دايما لما بيجي ياخد النتائج النهائيه، تعال نقيس النتائج كده، مغلوب ماتشين في الدوري، ايه ده ايه ده ايه ده، ازاي الزمالك يا جماعه؟ دايما الزمالك مطالب، دايما جماهيريه نادي الزمالك مطالب طول ما انت زمالك. لازم تبقى وبتنسى وبتنسى كل الظروف. لا، ما تفصلش نادي الزمالك عن الظروف. لكن بشكل عام اسوري ممكن يكون مدرب كان ممكن يكون عنده حاجات كويسه لو جه اشتغل في واقع تاني. موافقك جدا، غير لو كان معاه تشكيله اقوى، لو كان معاه سكواد اعمق، لو كان معاه استقرار وصفقات وبتاع، كان ممكن يبقى وضعه تاني. وبنقيس بقى احنا على ايه؟ بنقيس طب مدى اللي بيتكلم فيه برضو كابتن عبد الظاهر ابو العلا، فكره ان انت وانت بقى طبيعي، يعني فتره مثلا بدايه الالفينات وانت كنت موجود في الفرقه، الناس اللي نجحت معاك كانت شخصيات طبعا، فاستر كابرال فينجادا، الناس دي نجحت جدا وكانت الاوضاع تمام وقتها، بس في شخصيات تانية برضو جت كبيره ما نجحتش دايما تحت تاثير الظروف. انا بكلمك لو الاوضاع مستقر دايما، لو الاوضاع مستقر. عشان كده انا اتكلمت بس في حته قطعت كابتن عبد الرزاق في حته نادي الزمالك. انا بقى متمرس وعارف انا جمعت الفرقتين كبار فاهمني، بس طبعا ظروف انا معاه جدا طبعا. مع صح. مع هو كلامه صح مع الكابتن قال لانه كان عايش في القصه دي. طب خلاص احنا كده خلصنا الزمالك وفاهمين ان الوضع في الزمالك مختلف، لكن الثلاث انديه التانيين، البنك الاهلي غريبه بالنسبه لي شويه، لانه فاسيليو لعيب مدرب نجح اوريدي، عنده هنا تجربتين قبل البنك الاهلي مع المحله ودجله، وكان ليه شكل. اي نعم الناس انتقدته لانه بيلعب كوره ممكن تبقى مش متناسبه مع امكانيات الفرقه اللي بيدربها، انما لما راح فرقه مليانه لعيبه كتير ومليانه عقود كبيره ومليانه استقرار ومليانه، الناس توقعت انه هيبقى فوق يعني، فانه يخسر خمس ماتشات كانت غريبه جدا. غريبه جدا مع اداره هايله جدا واستقرار جد وهات ده يجيب ده تمام، مع مدير فني كويس. خلي بالك مع مدير فني انا لسه مقتنع ان بقى فاصل مدرب عليه كويس. في المحله المدرب ده كويس. طب مش عايز كلام، مدرب كويس، مش عايز مدرب كويس، لكن بدا يوظف اللعيبه في غير اماكنهم. حلو. الانواع او نوع بابا فاسيليو بالتحديد بيبقى فيه شوء من في بعض من الشيء الجنوني شويه، يعني اللي هو ايه ساعات بتهرب شويه. يعني انا نجحت في اي فكره، انا عايز العب من تحت، فلاعب سعيده سعيده ده لعيب نص ملعب هايل جدا، بس هو محتاجه عشان يبدا فيه من تحت. أوكي. لانه هو احسن واحد في الفرقه يبدا من تحت. حلو. هو مش همه خالص تماما غير انه يبدا من تحت. ماشي. فدي اثرت عليه على نص الملعب، على نص الملعب. طب بقى نص الملعب صح. مفيش مهما فتحي، لكن في حته فتحي موجود والسيد موجود يعني فاهمني. ماشي. فبقى سعيده اتنقل من خطوره نص الملعب. أيوة. رجع لورا شويه. صح. خلاص تمام. بيبدا لعب كويس. بس ما بننهيش كويس. صح جدا، ما بننهيش كويس. صح جدا. اسامه فيصل. انا اقولها ويعني مش محروج يعني او بتاخذ الكلام. هو ما نجحش ان هو يطلعه. او ما نجحش يطلع منه احسن حاجه. فاهم قصدي. لان اسامه من ساعه ما طلع هو في نادي الزمالك هو فرود. فاهم. هو فرود وظهر مع طارق مصطفى بهاتريك اول هاو هاتريك في الدوري. لا هو فرود جامد طلع يعني، هو من ساعه ما طلع انا شايفه انه من الفراوده الهايلين جدا. حلو. في مصر. حلو. حتى هتلاقيه في المنتخب الاولمبي كان هايل جدا. صح. فما كانش معتمد عليه. كان معتمد او ما عرفش يعتمد، ما عرفش يطلع منه فعلا احسن حاجه. يطلع منه احسن حاجه. اوكي. بغض النظر احيي الاداره انها صبرت خمس ماتشات. صح. زيرو، يبقى عملت اللي عليها والزياده. هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها. وبرده لما تعاقد صلحت الحاجه بحاجه كويسه. بالظبط. طارق مصطفى اسم كويس جدا. ليه بقى طارق مصطفى هينجح؟ لانه محتاج ينجح. فاهم. لان طارق كطارق كاسم في الدوري الممتاز محتاج، هو محتاج، فهيعمل كل حاجه عشان ينجح. فاهم قصدي. فدي مشروع حلو ان البنك الاهلي يتبنى مشروع زي طارق مصطفى، انا شايفه حلو جدا. حلو قوي. اللي بعد كده فاركو بالنسبه لي علامه استفهام برضه يا ابو العلا، لان انت اصلا كنت ماشي كويس مع طارق العشري، وبعد كده قررت انك تنفصل عن طارق العشري وتتعاقد مع برونو روماو في اخر الموسم اللي فات. مشي معاك يعني، وبعدين ابتديت بيه الموسم ده الدنيا لوشت شويه، رحت متعاقد مع كابتن خالد جلال. ايه التفسير؟ بص، فاركو السنه دي الحقيقه، عارف الفرق اللي نقدر نقول عليها مفيش طعم؟
يعني لا رغم انهم عندهم لعيبه كويسه عندهم افراد كويسه ده عندهم محمود حماده احد اللاعبين اللي في منتخب مصر ما راح المصري خلاص بقى يعني بس كان وقتها بس عندهم رزقي وعندهم شكري نجيب وعندهم لعيبه كويسه وعمرو جمال وعمرو رزق حمرون عندهم اجانب هايله جدا وجيفرسون انكاد عندهم لعيبه كويسه لعيبه كتير كويسه فعلا فاركو انا شايف ان عارف الفرقه اللي ملهاش حضور هجومي ملهاش شكل انا اقدر ابص اقول هو انت بتلعب مثلا ب هويتك ايه هويتك انت بتدافع ولا انت بتهاجم ولا انت بتامن يعني لو جينا مثلا بصينا على والله لو بصينا على فاركو هتلاقيه جاب 5 اهداف في 6 ماتشات وعليه 9 وعليه 9 بس فوز وحيد وتعادل وخسر 4 مرات هو يعني اللي يعيبه ان مفيش شكل للفرقه ولا انت تحس ان ممكن يقعد شويه كده مش هيجي جول او مفيش هجمه تقدر تقول عليها انها لا دي هجمه منظمه فانا شايف ان في استراتيجيه للمدرب ده فانا شايف ان هو كان المدرب حقيقه اضعف من فكره فاركو في الدوري انا شايف واضعف من طموح اللي ممكن يكون فاركو باللعيبه دي تطلع انتاجيه افضل لكن من كده هم اخطاوا اصلا من فكره الانفصال عن طارق العش انا شايف طبعا مفيش في اي داعي ان كلها استغربت يعني في ناس في توقيتات كده لما انت تغير مدير فني بدون يعني داعي منطق او بدون داعي لا طبعا ياثر بالسلب على الفرقه وده اللي حصل على فكره في فرقه فاركو وحصل قبل كده الكلام ده السنه اللي فاتت مع فرقه البنك الاهلي خليته يعاني طول السنه صح انا كنت عايز اقول حاجه صغيره جدا بس على البنك الاهلي البنك الاهلي بالنسبه لبوفاسيليو يعني يعني جف عدم توفيق لي ان ترتيب ماتشاته كانت صعبه قوي لعب زمالك في بيراميدز يعني بدل بطلع جاي بعد كده لعب بيراميدز زمالك مودرن فيوتشر فلا عارف البدايات اللي هي كلها ورا بعض فدي دي فرقت معاه بشكل كبير زائد ان هو فضل مصمم على حبه للطريقه اكتر من حبه للفرقه يعني مقتنع بنفس الطريقه اللي قلنا عليها بتاعت بناء الهجمه مع سعيد سمبوري يعني اللي بيلعبش سيردباكين السيردباكين اللي كانوا بيلعبوا من سيردباكين لعبوا بلاي ميكرز او بيبداوا هجمه فدي كانت بتفرق معاه جدا لما تقطع منه الكوره في التحولات الدفاعيه جون طب ايه الفرق ما هو عمل شويه حاجات من اللي هو بيحبها مع غزل المحل ونجح ساعات التوفيق طبعا بس عنصر التوفيق بيفرق انا معاك في التدريج بتاع ترتيب الماتشات بيفرق طبعا جدا على فكره لعب ماتشات كويسه جدا قوي ولعب ماتشات كويسه جدا كاداء ماشي بس كاداء كويس جدا هو مغلوب من الزمالك في الدقيقه 90 و91 وماتش طلع الجيش على فكره انا اتفرجت عليه كان في بدايته كان ماتش كان متقدم جدا ماتش بيراميدز كان كويس هو بيلعب كوره كويسه جدا على فكره بيلعب كوره حلوه بس كورته الحلوه كورته الحلوه مخليه حاسس ان هو بيحب طريقه الكره الحلوه اكتر ما مصلحه الفرقه ده اللي وقع فيها مستر بوفسي اللي كان مدرب كويس هو قعد الفرقه السنه اللي فاتت ده قعد معجزه معجزه وهو من الناس اللي بتهتم بالاستحواذ قوي في وقت من الاوقات لما تلاقيها مش ماشيه وترتيب الماتشات يخوف لازم ابقى واقعي صح هو دي فاتته صح فخليته طبعا طارق مصطفى يشتغل بواقعيه طارق مصطفى متمرس في الدوري يعني عنده عين كويسه ودايما بيتابع الدوري فما خدش وقت حتى في تغييره مجرد بس الواقعيه صح اشتغل بواقعيه هو بقى واحد مكانه وابتدى بيلعب عايز اقول حاجه كسب اربعه عايز اقول حاجه اوكي في حته تغيير المدربين اللعيبه فين الحلقه الاضعف المدرب انت فاهم المشكله الحقيقيه في العالم كله كده انا عايز اقوله هو احنا بنحاسب المدير الفني وبنحاسب كل الناس حتى ساعات بنحاسب الجمهور واللعيبه الوحيده هو المدرب اول واحد بيتحاسب بس انا همشي 30 واحد من الفرقه ولا ماشي واحد بجهاز انا بسال اللعيبه انا غيرت لك كل شويه عمال اغير الجهاز الفني صح انت فين بقى اخبارك ايه انت فين اخبارك ايه طب تعالى نعدي بسرعه على الداخليه برده كابتن عبد الظاهر الداخليه ابتدى بداية مش بطال مع كابتن ميمي عبد الرازق لكنه استقال مرة واحدة هل هو بقى أخطأ إنه هو استقال بدري هل استسلم بدري يعني ولا شفتها إزاي خلي بالك هو جاي من دكتور ميمي جاي من تجربة ناجحة في المصري ما كانش كان كويس جدا يعني وصل للنهائي وكان ماشي كويس بالفرقة لما مشي ومسك الداخلية كان عنده مشروع كويس هو الرياكشن بتاعه في الماتش ده في الماتش ده كان يعني ما كان يعني مفروض كان طلع وسكت وخلاص وعدى الامور وعدى المشكله دي أوكي. لكن عشان كده اي مدير فني ما يتكلمش بعد المباراه او يدخل اوضه اللبس ده من يعني من تجارب عشان يعني يمسك نفسه عشان ما يسيبش الفرصه يعني. بالظبط لان وانت لأن طالع من الملعب المراسلين برضه ما يتوصوش تعالى ما اقول لي يعني احكي لي هو طلع بعد الماتش وكان ضحيه المراسل صح هو استقال على الهواء فالامور انتهت خلاص انتهت خلاص انا كاداره برضه هعمل ايه ما انت حطيتني في موقف مش احسن حاجه لكن ده والعيله خلي الداخليه تعاني السنه دي بس كانوا شكلهم كويس ثلاث نقلات يعني انت ثلاث مدربين حتى مدرب مؤقت لكن مسك ماتشين هل يخليهم السنه دي يعانوا اكيد طبعا البدايه بتبقى بتفرق جدا دايما نقول الدور الاول تجميع النقاط فاكيد ثلاث مدربين بثلاث مدارس طب مين اختار اللعيبه ندخل في نفس النفق طب مين اختار اللعيبه اللي جابها طب هتلعب بانهي طريقه لخبطه بصراحه اوكي لخبطه يعني هو فعلا كان فيها
معالجه صوته مع معالجه مش افضل حاجه سواء من كابتن دكتور ميمي او سواء من التوقيت. انا حسيت دكتور ميمي اتسرع ما هي بقولك معالجه يعني هو طلع بتلقائيه كده راح قال انا مستقيل وخلاص والدنيا انتهت فاهم قصدي. المعالجه ما كانتش ممكن تكون افضل شيء بس هو شكله مضغوط اوكي ايوه انا قصدي كده شكله مضغوط بس يعني ما كانش كان ممكن يتعامل بشكل احسن. خلي بالك بيقدم كره حلوه كويس جدا اول مباراه او مباراه كسب على فكره حتى ماتش ويندو فيوتشر ده كان اقرب للفوز ده لولا يمكن ضربه جزاء شفناها في الجزاء عبد الرحمن اجويرو وهو طلع برضه قلب تلقائيه حاجات في البتاع واتسمعت وحاجات ومباراه برده يعني في مباراه خسر في اخر دقيقه لا فهو برده بصراحه عمل يعني اداء كويس ووفقا للامكانيات اللي موجوده يعني انت برده عشان ندي لكل مدرب حقه المدرب بتحكم عليه اكتر لما يكون بيعرف يعمل ايه مع الامكانيات اللي موجوده بالظبط كده. انت مش هتقول مثلا مدرب معاه كل السكواد اللي ما حصلش وتقول ده افضل مدرب لا. مدرب زي الدكتور ميمي لما اجويرو في الدقيقه 97 كان لسه نازل كمان والله الدقيقه 97 ولا الاول ولا الثاني بضربات الترجيح كمان ضربات الجزاء ولا الاول ولا الثاني عشان هو زعل فهو انت يعني المدرب بقى هيعمل ايه المدرب لا قال اسمك فاهمني لا قال اسمك ولا انت رقم واحد في اللي انت هتشوط ورحت ضيعتها هي دي اللي انا كنت بقول لك عليه المدرب الفني اللي دفع الثمن طب اللعيب ولا حاجه عادي مكمل والدنيا جميله ولسه هو ماشي. نخش على اللعيبه احنا خلصنا بقى المدربين ندخل على اللعيبه الهدافين ظاهره السنه دي غريبه جدا في اول 6 اسابيع ان الهدافين كلهم اجانب مش بس اول 3 كمان اللي بينافسوا يعني بنتكلم في مابولولو بنتكلم في احمد قندوسي بنتكلم في احمد بالحاج وبنتكلم كمان في بيرسي تاو. هل عندنا مشكله في هدافيننا المصريين؟ هل ده طبيعي ولا الامور فيها حاجه غريبه؟ نطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم على الهدافين اللي في النسخه الحاليه من الدوري المصري الممتاز. لما تمسك قائمة الهدافين في الدوري المصري الممتاز هتستغرب لأنه الأغلبية أجانب واللي مش أجانب مش مهاجمين. فتعالى نمسك مع بعض كده مابولولو أجنبي ومهاجم. بالحاج أجنبي لكن مش مهاجم. زيكو مصري لكن مش مهاجم. حسام أشرف مهاجم. وبعدين قندوسي أجنبي ومش مهاجم. بيرسي تاو أجنبي ومش مهاجم. فادي فريد مصري ومهاجم. يبقى كده 2. فيستون مايلي مهاجم اجنبي. احمد سيد زيزو مصري لكنه مش مهاجم برضه. جوزيف اوشايا نفس الامر. واخيرا اسامه فيصل. يبقى بتتكلم في 11 لعيب منهم 3 مصريين والثلاثه هم مهاجمين. حتى المصريين اللي موجودين في القائمه مش مهاجمين اجنحه لكن عندهم قدرات تهديفيه عاليه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نتكلم. رفع اللاعبون المحترفون راية التألق خلال أول 6 جولات من عمر دوري النايل وهو ما انعكس على لغة الأرقام في صراع الهدافين الذي يتصدره ثنائي محترف وسط مطاردة من محترفين آخرين. الأنغولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري هداف الدوري الموسم الماضي وصل التألق وحافظ على مكانته بعد أول 6 جولات بتسجيل 6 أهداف بمعدل هدف في كل جولة وهو ما جعل إدارة سيد البلد تحدد مبلغ 3 ملايين دولار لبيعه. بالقدم اليمنى مابولولو يا ولد يرسل الهاني سليمان في زاوية
والكورة في الزاوية الأخرى. ويتقاسم الصدارة مع بابو لولو المغربي أحمد بالحاج لاعب الجونة، والذي سجل 6 أهداف في 6 مباريات وخطف الأضواء بعد تجربته السابقة مع الزمالك، وأصبح أحد أهم مفاتيح لاعب الجونة وهداف الفريق الأول. أحمد بالحاج والشناوي حطها حلوة يا ولد يا ولد يا لعيب الجون الأول للجونة، جول جول جول. ويأتي من خلفهم الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كيلوباترا المعار من الأهلي، والذي عبر عن نفسه بقوة وسجل 5 أهداف في 6 مباريات، آخرهم هدفه بشباك محمد الشناوي حارس فريقه السابق باللقاء المؤجل من الجولة الثانية. حلو كالمعتاد من لعيبة سيراميكا، ادي كورة مرة تانية وتسديدة جول 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 جول. القندوسي القندوسي صديق الأمس ومنافس اليوم في الدقيقة 58. ووسط تألق الثلاثي مابولولو وبالحاج وقندوسي يطاردهم على لقب الهداف أسماء من اللاعبين المصريين تألقوا في أول 6 جولات، أبرزهم حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك، والذي سجل 5 أهداف وهو نفس عدد أهداف المتألق مصطفى زيكو لاعب فريق زد أف سي. ومن بين المحترفين تظهر بصمات اللاعبين العرب بوضوح هذا الموسم، ما بين الجزائريين أحمد القندوسي هداف سيراميكا ورزقي حمرون لاعب فاركو وصاحب هدف الفوز على الإسماعيلي بالجولة الرابعة، إلى جانب جلاس قناوي القادم من وفاق سطيف للصفوف المصري البورسعيدي ليسجل أولى بصماته حينما حل بديلا في الدقيقة 75 بمباراة بيراميدز في الجولة 5 وسجل هدفا قبل نهاية المباراة. والمغاربة حاضرون بقوة أيضا ما بين تألق أحمد بالحاج هداف الجونة ورضا سليم لاعب الأهلي الذي سجل في افتتاحية المسابقة أمام المصري قبل أن يتعرض للإصابة بالدوري الأفريقي أمام صن داونز. وما زالت بصمات التونسيين مستمرة ما بين هدفين لمهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري ومساهمة مستمرة لظهير الأهلي الطائر علي معلول. الصراع مستمر على لقب هداف الدوري، والصراع الأكبر ما بين المحترفين المتألقين في صفوف أنديتهم، والمنتظر استمرار تألقهم بعد استئناف المسابقة. تألق الأجانب والصدارة في صراع الهدافين للأجانب حتى لو مش مهاجمين، لكن السنة دي في ظاهرة مختلفة. أكيد هنتكلم كمان على تألق بعض اللاعبين المصريين اللي موجودين في الدوري، إنما دلوقتي بنتكلم على ظاهرة تواجد الأجانب على رأس الصدارة أو قائمة الهدافين. أبو العلاء خلينا نبتدي معاك. الناس مستغربة السنة دي، مابولولو كالعادة ويعني نمسك الخشب عشان جمهور اسكندرية ما يزعلش مننا، إنما ماشي كويس قوي بيهدف. والحقيقه عشان برضو انا اقول اعتراف، انا لسه كنت بقول لك في فاصل، انا لما مابولولو جه الاتحاد انا كنت فاكر ان هو ماشيه معاه، انه لعيب كويس انما ماشيه معاه، لكن هو بيثبت كل ماتش ان هو سر من اسرار الاتحاد السكندري، هو سر من قوه الاتحاد السكندري السنه دي، بل السنين اللي فاتت السنه اللي فاتت كمان. انما مش هو بس، بالحاج وقندوسي وبيرسيتاو الاجانب السنه دي متالقين جدا تهديفيا برغم ان مش كلهم مهاجمين. لا هو في الحقيقه حاجه لافته للنظر، يعني لو اتكلمنا على مابولولو فريق الاتحاد السكندري جاب 10 اهداف مابولولو جاب 6 صح، يعني اكتر من 50% 60%. بالحاج نفس الكلام 90% 7 اهداف الجونه جايبها بالحاج جايب 6 اهداف 99%. مابولولو الحقيقه لعيب، عارف لعيب البوكس المثالي ده، لعيب بوكس اللي هو جوه ال 18 حاجه جميله ما شاء الله، بيعمل بيجيب حاجات انت لا يمكن تتوقعها، وكمان بيحط نفسه دايما فرص تهديفيه ان هو بيخلص من وان تاتش اللي مستاهله، وان تاتش بيلعبها وان تاتش اللي مستاهله ان هو يلف بيها زي الكره اللي قدامنا دي ويستلم في وسط الزحمه دي كلها ويرقص في خرم ابره زي ما بيقولوا ويجيبها، يعني هو فينيشر حقيقه على اعلى مستوى. وعايز اقول لك يعني لسه هدف لسه, لسه بيقولوا لي دلوقتي هو ان هو السنه اللي فاتت 50% من اجوان الاتحاد 16 هدف والاتحاد جايب 35 جون، 50% هو اللي جايب. هو معشوق جماهير الاتحاد السكندري الصراحه دلوقتي، ويستاهل يستاهل طبعا لانه مش بتاع مشاكل وهادي ويعني
حاجه محترمه الحقيقه. ده احلى جون بالنسبه لي في الدوري. انا متفق معاك 100%. ده حاجه احلى جون في ابراهيموفيتش. والله ابراهيموفيتش جدا الجون ده صعب جميل جدا يعني. جدا الجون ده عايز قرار. اولا بص التحرك بتاعه على فكره الحكم حسبها بصوت. انا زعلت منه قوي والله العظيم زعلت منه. لا لا هي اتحسبت انا عارف بص التحرك هو زعله. بص ما احتفلش لانه بيلاقي الرايه مرفوعه. انا عاجبني التحرك بان انت تايمنج بتاعك توقيتك ان انت تاخد قرار ان انت على المغمضه تلعبها بطريقه معينه فيها لوب لان قاري ان الجون طالع بره. صح الجون ده فيه مواصفات الحقيقه حلوه جدا من وان تاتش. لا الجون موضوعه كبير يعني الجون ده. فهو لعيب حقيقه يعني فارق بشكل كبير جدا مع فرقه الاتحاد السكندري. من غيره بحس فريق الاتحاد السكندري عنده مشكله كبيره جدا في التهديف. ده حقيقي كبيره بشكل كبير يعني زي ما قلنا 60% من الاهداف الى الان مبلول. هو البص اللي مستاهل وان تاتش شمال شغال يمين شغال. هو فرود من مواليد منطقه الجزاء زي ما كان زمان معلقنا الكبير اللي اتكلم عليه كابتن ميمي الشربيني من مواليد منطقه الجزاء. صح لكن هو مش هو بس يا زهر يعني مبلول مهاجم وطبيعي من واجبات ان انا لما اتعاقد مع مهاجم. اي نعم انا زعلان ان هو جه كره مصريه متاخر يعني مش صغير قوي يعني كان نفسي انه يجي قبل كده. انما هو مهاجم انا متعاقد معه عشان يجيب لي جوان. انما بقيه اللعيبه دي اجنح يعني. انت بتتكلم في احمد بالحاج ده مش راجل مهاجم ومصطفى زيكو نفس الكلام. سيبك من مصطفى زيكو خلينا نتكلم في الاجانب بالحاج وقندوسي وبيرسي تاو وجوزيف اوشايا حتى ده راجل باك شمال. لكن ظاهره تالق الاجانب السنه دي غريب على فكره. مش عندنا بس ده حتى في الدوري الانجليزي ماشي حتى في الدوريات. ليه بقى؟ عشان بقى نلعب بفرود واحد. الفرود ده بقى مهمته ايه؟ مهمته ان هو لا ان هو يخلق مساحه ان هو يفضي للناس مساحة. السريعه اللي جايه من هنا بيلعبوا فرودين. اه فكره الكابتن جمال عبد الحميد يقف كابتن مصطفى عبده يرفع يعمل كروس جون. كابتن احمد رمزي يرفع الكابتن جمالي يفنش ماشي. غير الموضوع ده كابتن حسام حسن بقى قادر يلعب الاثنين وغير يلعب دورين الاثنين مهاجمين بقى واحد. بس انا سيبك من المهاجم اللي بيعمل كده. مين المدرب اللي طبق الفكره دي؟ اعتقد كابتن محمود الجهر. كابتن محمود الجهر اول واحد دخلها على فكره يعني. لا ده تقريبا انا هقول لك برضو معلومه ان احنا في 98 لما خدنا البطوله كنا بنلعب فرود واحد اللي هو كان العالم كله بيلعب فرودين. كنا بنلعب بفرود واحد وتحته حازم وعبد الستار صح جدا واحمد حسن صح جدا كان بيلعب ب 4-2-3-1. فاول واحد اقترحها كان الكابتن محمود الجهر عشان ندي لكل واحد حق. كان سبع عصر طيب. ومدرب كبير عظيم يعني بجد الله يرحمه الله يرحمه. طب ليه لعب فرود واحد؟ لان الدنيا بتبقى زحمه قوي والمدافعين المدافعين بيتالقوا ويبقى عندهم فرصه ان هم في كل الالتحامات بياخدوها. طب لو لعبت بواحد كان ايام زمان بيلعبوا بثلاثه في طريقه 3-5-2 دي كانت مشهوره جدا وكانت لعب. فانت لما بتلعب واحد ثلاثه بيمسكوه فبقى عنده في نص الملعب اللي احنا بنقول عليه دلوقتي اللي هو الراس حربه الوهمي. اللي مش بيتشاف الوهمي ماشي. الوهمي اللي موجود اوكي خلاص. فعشان كده هتلاقي كل الهدافين حتى في اوروبا موجودين الاغلبيه ليفربول. صح سيبك من هالاند ده واحد لا ده وحش ده قصه ثانيه خالص. لكن بيلينغهام في ريال مدريد بالظبط محمد صلاح في ليفربول ساكا ومارتينيلي في ارسنال في كتير فعلا اجنحه هم اللي متألقين عشان الطريقه عشان الطريقه التمانيتين والوينجين بقى هم اخطر ناس في الطريقه أوكي. بقوا موجودين وبقى مطلوب منهم ان هم ما بقوش هناك ما بقوش فاتحين الملعب ما بقاش ثابتين. يبقى لما الهاف رايت يمسك الكوره ويبقى واحد ضد واحد الهاف ليفت لازم بيتحول انه بقى راس حربه تاني. مين يمسكه؟ طب 8 اللي بزايد في نص الملعب اللي هو كان في نص الملعب بقى راح لل 18 بقى راس حربه تاني. مين يمسكه؟ الا ما يكون في وعي تكتيكي دفاعي هايل موجود. يبقى الراجل الديفندر عشان كده بتلاقي الديفندرات العاليه جدا اللي هو رقم 6 بتلاقي تحول بقى سيرجيلاك ثالث موجود. وده من اهم واجباته الدفاعيه اللي موجوده ان يتنقل يبقى في وسط الناس اللي موجوده عشان يمنع الاجوان ده. اللي بيعمل كده مين؟ احمد بالحاج لانه بيلعب رقم 10 في الجون وبيلعب حر شويه فعشان كده بيروح بيخطف بيبقى وهمي. هتلاقي كل كوره هتلاقيها كده محطوطه هو جاي يا هو جاي لوحده اتنين بيديله انه دايما هو وشه للجون. مش المهاجم بيستلم بظهره لا ده بيستلم بوشه. فاذا الرؤيه عنده بتبقى احسن التركيز بتاعه بيبقى احسن. ليه بنقول بولولو ده عظيم موجود ده فرود عالمي ليه؟ لانه بيستلم بظهر بيلف بيبقى موجود بيبقى موجود هو عارف هو فين بالظبط بيبقى موجود. فده بقى نادر اوكي بقى خلاص نادر. عشان كده منتخب مصر بيعاني ليه؟
لان فراوده الاهلي والزمالك اجانب مع الاسم صح. بس السؤال هنا برضه يا ابو العلاء، هي البيضه ولا الفرخه؟ يعني انا كمدرب اعتمدت على سرعه وقوه الجناحين والثمانيتين والحاجات دي كلها علشان ما فيش مهاجمين، ولا انا اللي خلاني اعتمد على ده هو اللي بوظ المهاجمين، هو اللي خلى المواهب في حته التسعه الصريحه دي ما تبقاش كتير؟ يعني انت زمان كنت تمسك كل فرق الدوري المصري، كل فرق الدوريات العالميه، كل المنتخبات تلاقي واحد تسعه ما فيش اخوه، لكن دلوقتي مش كده، فرق كتيره جدا ما عندهاش اصلا تسعه، عندها الجناحين اقوياء والبتاع والثمانيتين والعشر، يعني قصدي ان القصه اختلفت. تمام. مين السبب؟ ايه السبب؟ لا هو السبب من وجهه نظري حداثه كره القدم، يعني دلوقتي يعني طرق اللعب اصلا، طرق اللعب فرضت على المدربين دلوقتي. اول حاجه معلش احنا وقتنا طويل بقى، رقم 10 انه مفيش رقم 10 اختفى. بدا يختفي. فايه بقى رقم 10 بدا يختفي؟ فالراس حرب مبقاش موجود. وزمان حتى لما كان راس حربه الاثنين موجودين كان الكروسات هي كانت مثلا مهمه جدا عشان تلعب اثنين كروس، كانت حلوه. هي الفكره دلوقتي ان لما الطرق اختلفت وبقى حصل تطور وحداثه في طرق كره القدم، وبقت بتعتمد اكتر على المساحات القصيره وعلى خلق المساحه، فبقاش فارق مين يجيب جون، بقى اللي قدمهم من الخلف يجيب جون. حتى الباك يبقى مفتاح لعب ويجيب جون، بقت مهم انك تلعب على الضربات الثابته. ممكن تستغل كورنر، بقى المدافعين يجيبوا جون، فالقصه بقت في استغلال لكل نقطه. كان زمان النمطي عباره عن توصل من الطرفين تعمل كروس، يبقى ان شاء الله في فرودين كويسين واحد منهم يجيب. بقى لو ما جاتش ده هتيجي من البلاي ميكر اللي كابتن ابو زار السقا بيتكلم عنه، لو تحت الفرودين او تحت فرود مميز يحط باس ثرو باس. هو دي الافكار اللي كانت عندنا في كره القدم. دلوقتي الحادثه اختلفت، طرق اللعب اختلفت، فكره ان انت بتيجي بحد شادو سترايكر، وبقى في اصرار اكتر من المدربين ان يلعبوا بثلاث لاعبين يجوا من الخلف للامام. ما بقاش اللعيب اللي هو الستاتيك اللي بيلعب من ثبات. كان زمان الاثنين فراوده دول ستاتيك بيلعبوا من ثبات، دلوقتي طرق اللعب الحديثه بقت فيها لا مركزيه. فاللا مركزيه اللي بتخلي خلاص دلوقتي بقى الشادو سترايكر اللي هم متمسمين في الثلاثه اللي تحت الفرود ممكن يكونوا هم اقرب ناس بيروحوا للجون. مع خلق المساحه تختلف بقى من ايه؟ المدير الفني الذكي اللي يعرف يخلق تنوع كويس، يبقى عنده لعيب مثلا محطه يستغله كمحطه، وما بقاش حتى بس دوره ان هو هداف، لا واحد محطه مثلا يخلق فرص لعب، يخلق مساحه، يوسع لزمايله، لعيب سريع، لعيب عنده بلاي ميكر، لعيب شويط. فالتركيبه دي لما بقى بتتعمل بقت هي دلوقتي الفيصل ان ممكن مدير فني يبقى يطور او يبقى في عنده فرقه عندها عدد من الهدافين اللي بيصوب واللي بيلعب بدماغه. لكن زمان كان ده معظمه متمركز في منطقه واحده بس، على حاجه واحده خط الهجوم. طب خليني اسالك على جزء تاني في الحته دي، المهاجمين في مصر المصريين، انت دلوقتي عندك برضو ماساه زي ما كابتن عبد الظاهر بيقول، عندك مشكله دايما وانت بتيجي تختار قائمه المنتخب انه مين المهاجم الاساسي ومين الاثنين اللي معاه. طب انت هنا المشكله انه اغلب فرق الدوري بتتعاقد مع مهاجمين اجانب، ليه برضو هسال تاني، البيضه ولا الفرخه؟ يعني هل انت بتتعاقد مع مهاجمين اجانب عشان ما عندكش مصريين، ولا انت اللي عملت المشكله دي في نفسك انك بتجيب اجانب فالمصري خلاص ما بقاش بيطلع 3 4 مهاجمين من الناشئين في كل نادي تعرف توصل لواحد جامد، فدايما كله بقى مركز في اجنحه او صناع، يعني مركز تاني. دي بقت الحقيقه قضيه ليها علاقه ب تربية النشأ في مصر، ودي مش بس تنطبق على المهاجمين. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا دافعين تمنها في نتائج حاجات كتير جدا ليها علاقة بان انا اطلع ناشئ او عدد، يبقى عندي وفرة وقاعدة كبيرة من اللاعبين اللي تقدر تستغلهم يعني بأحسن صورة. انا ما يفرقش معايا عدد المحترفين الكتير مثلا، لو حصل ايه بقى تعوضها ازاي؟ ان انا افتح قاعده تسافر بره اكتر. يعني انا مثلا ممكن يبقى عندي 5-6 دافعين اجانب، لكن يجي لي مثلا واحد زي مصطفى محمد واثنين ثلاثه اربعه كمان بره محترفين، يبقى انا كده زي الفل، المعادله سليمه. مش فارقه معايا في حاجه، بالعكس ده بيلعبوا في ليفل اعلى. يعني يجي لي اللي يجي بسعر على قد الدوري المصري، لكن انا مصدر لعيبه بليفل اعلى وكاتيجوري مختلف وسعر، فانا دي بنوعيه مصطفى. بنوعيه مصطفى بس. هل انت عملت ده التصدير؟ لا ده فارق. والمشكله في القاعده اللي قلت لك عليها ان انت حتى اللي عامل لك شكل في العمق الهجومي في منتخب مصر ان عندك ثلاث لعيبه بيلعبوا بريتم اوروبا، اللي هم عمر مرموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد. صح. فدول عاملين لك رتم امامي اختلف، وبقينا بنهدف وبقينا عندنا حضور هجومي. فحتى لو المهاجم بتاعك تسعه، حتى لو افترضنا يعني لاي سبب مصطفى مش موجود، انت ستيل عندك اسلحه مختلفه، لان بيلعبوا في الليفل اللي احنا كنا دايما بنطالب بيه. فانا ما بقتش فارق معايا ان انا موجودين في الدوري، لكن اتمنى يبقوا موجودين في الدوري. اتمنى بص اجابه سؤالك ده يا كريم هتودينا على قطاع الناشئين. قطاع الناشئين يا جماعه لما يفرز لي قاعده كبيره اكيد هيطلع لي بدل على الاقل منها نسبه، حتى لو جبت واحد محترف يبقى عندي واحد تاني سوبر في مصر. اثنين قريب جدا كان في قرار من اتحاد الكوره ان اللعيبه الصغيرين كان لازم يكونوا في السكور.
ده كانت شيء مهم، كانت حاجه حلوه كده، ما بقاش حاصل دلوقتي خلاص تماما يعني. اتنين انت عندك، ليه مش عندك؟ انا شايف ان في 3 4 اسماء مهمين جدا. طب انا بقى هخليك تقولهم لي، بس ندخل في الموضوع اللي بعده، ان في لعيبه كتير لفتت الانظار، وفي لعيبه اتظلمت انها ما اتشافتش، وفي لعيبه مش عايز اقول ان هم كتير الحقيقه، لانه قوام المنتخب معتمد على انديه معينه. هدخل معاكم في القصه دي لانها قصه مهمه جدا. طبعا احنا النهارده بنتكلم في قائمه فيتوريا 17 لعيب من 4 انديه بس او 5 انديه. طب انت عارف فيتوريا كام لعيب؟ الاهلي وبيراميدز وفيوتشر والزمالك ولعيب من المصري بس كده. هقول لك في التقرير، نسمع شويه حاجات في التقرير مهمه ونرجع نتكلم مع بعض. يلا. ارقام مهمه نقف عندها كابتن عبد الظاهر. اولا هو ده طبيعي انه يبقى قائمه المنتخب مقفوله على 5 انديه، حتى النسبه قليله، يعني انت بتتكلم انه لعيب من مودرن فيوتشر عمر كمال ولعيب من المصري محمود حماده، لكن هم 3 انديه اللي فيهم يعني يعتبر عدد، الاهلي ثم بيراميدز ثم الزمالك. هل ده طبيعي الاول ولا التنوع وانك تختار من كل انديه الدوري تقريبا او من 7 8 انديه انك تختار منهم، يعني هي مشكله ايه؟ هل مشكله نظره ولا مشكله دوري ما بيفرسش لعيبه تستاهل تدخل؟ لا طبيعي، طبيعي جدا، ده اللي بيحصل طبيعي. على التاريخ كله ماشي، اتكلم على التاريخ كله، هل الراجل ده عمل حاجه شاذه او حاجه طلع عن النص؟ لا هو ده كله. اوكي انت كده بتقيسها على دورينا برضو بالتاريخ، لكن بره لا، بره هتلاقيه نفس الحكايه والله. راجع كده ليه برضو؟ يعني حته مهمه جدا الليفل اللي بيلعب فيه اللعيب، ماشي، مهم جدا جدا جدا. ما تاخدش الخطوه الكبيره قوي، يعني مثلا لعيب بيلعب في نادي صغير جدا بينافس على الهبوط ولعيب كويس جدا وانا شايفه كويس جدا، شوف انت جبته منين لفين. انما لعيب الاهلي والزمالك هو قريب جدا للمنافسه بتاعه المنتخب المصري، قريب جدا، شيء طبيعي جدا ان لعيب الاهلي والزمالك بيلعب افريقيا دايما، متربي انه بيلعب بره ارضه، أوكي. متربي ان هو لاعب فرق جامده، بيتربي ان هو لاعب بيلعب دوري ابطال، كل المنافسات دي مجموعه من الخبرات حتى لو كان سنه صغير، متعود على الجمهور الكبير، متعود على الانتصارات، كل التركيبه دي انا عايزها في المنتخب. طب انا موافق على اللي انت بتقوله جدا، بس انا مستغربها منك عشان كده، عشان كده انا مستغربها منك انت. لا لا لا، عشان كده انا راجل مش اهلي وزمالك بالظبط كده، وانت لعبت منتخب من المنصوره. يعني ده معناها ان انا لو شفتك، لو انا عندي العين الحلوه اللي تشوف اللعيب الجامد اللي في نادي صغير، النسب لما تيجي تشوفني انا في وقت، انا هتلاقي كل الناس اللي كانوا بيلعبوا معايا موجودين اهلي وزمالك، وانا تقريبا الوحيد. اهلي وزمالك واسماعيلي وقتها كان في كتير برضو، اسماعيلي تقريبا انا الوحيد. ولو حكيت لك قصه الكابتن جوهر اختارني ازاي، يعني بس قصدي يا كابتن عبد الظاهر ايه، ان انت في الاخر انت لعيب كويس. انا بحط نفسي فين بقى؟ دي مش بتاعتي انا، وانا بلعب كنت حاجه، وانا مدير فني ومدرب بفكر بفكر تاني، أوكي. وانا مسؤول عن انديه بفكر فكر تالت خالص، ماشي. تماما خالص، ماشي. كل واحد في البوزيشن بتاعه بيفكر باستراتيجيه معينه. حل. لكن اللي احنا ممكن نقول فيها النسب، اوكي، النسب يعني 2006 صح، ماشي. خدناه هنا، حلو، عد كده اللعيبه مين اللي موجودين، الحضري، ايوه، اهلي، تمام صح، هو كان عبد الظاهر السقا، وائل جمعه، ابراهيم سعيد، ماشي، باك ليفت محمد عبد الوهاب وطارق السيد، ماشي، باك رايت بركات، ماشي، موجود، أوه. احمد حسن وشوقي وحسني اتصاب ومشي، وحسن مصطفى، ماشي قدام بقى مين؟ عماد متعب، كابتن حسام حسن، عبد الحليم علي، عمرو زكي وميدو، صح، فاهلي زمالك
اسماعيلي هات في اي عصر مش هتلاقي ان النسب واحده 98 انت النسب هتلاقيها نفس النسب بالظبط 98 الجون نادر السيد كان اللي بدا الكابتن محمد يوسف وسمير كمونه كان محترف ما احنا هنقول كله بقى ومع مدحت عبد الهادي وعماره وياسر رضوان والكابتن هاني رمزي كان في نص الملعب مع الشيشيني مع احمد حسن مع حازم امام مع عبد الستار مع كابتن حسام حسن ده التشكيله الاساسيه كابتن محمد يوسف اتصاب انا دخلت الوحيد اللي دخلت بقيت الوقت الموجود تعالى قول كام واحد عبد الظاهر السقا ده احنا ممكن نتكلم في دي يعني كام واحد عبد الظاهر السقا بره الاهلي والزمالك مش كتير لا خالص يعني في 2006 يعني كان في ناس من بره برضو اهلي والزمالك والاسماعيلي كان في احمد عيد عبد الملك كان في موجود عمرو زكي كان في انا بقول القوام الاساسي انا بتكلم انا معاك هتلاقي بس كام واحد زيك اللي هو دخل منتخب وهو مش اهلي وزمالك واسماعيلي وكده مش كتير على عبر التاريخ معاك مش موجودين خالص يعني ثلاث بطولات و112 ماتش دولي ده صعبين شويه لا لا صعب انا عارف بس عشان كده بقول للعيب بتاع الاهلي والزمالك لو انت ما لعبتش منتخب انت يبقى انت عندك مشكله لا انت خايب انت ايوه ايوه انت اللي عندك المشكله انت اللي عندك المشكله صح جدا لان انا كمدير فني اول ناس هبص عليهم هو الراجل بتاع الاهلي والزمالك لان بيلعب في الليفل ده اللي عنده كل حاجه يعني بالظبط طب كده. ده يخليني برضه اسالك سؤال يعني معنى كده ان في لعيبه بتتظلم حتى طبعا. وهي جامده جدا صح. بس هي عشان ما بتلعبش اهلي وزمالك يعني السنه دي واخر معسكر مش هتكلم على طول السنه يعني اخر معسكر ناس قالت لك هو فين احمد امين اوفا مهاجم ام بي هو فين مصطفى زيكو لاعب زد هو فين محمد حمدي هو فين اسامه يعني في اكتر من اسم كده طرح من بره الاهلي والزمالك لكن فيتوريا ما بصلهمش هل لو كان اللعيبه دي في الاهلي والزمالك كان الوضع هيختلف النظره هتختلف مفيش شك اللي بيلعب في الزمالك والاهلي حسام اشرف مثلا بلديه وناس قالت لك برضو لو كان بيلعب في الزمالك وهو معار من الزمالك كان الموضوع ممكن يختلف بتفرق في النظره من المدرب وبتفرق جماهيريا وبعدين لما بياخد الريتم اللي هو بتاع افريقيا بيلعب بره جوه بس يعني ايه بتفرق جماهيريه يعني ساعات العنصر الجماهير بيبقى بيدي بوش اكتر للمدير الفني بيدي عنصر ضغط مش ضغط بس اللي هو ايه ده اللي على الساحه ده اللي بتبروز ده اللي باين فعشان كده ممكن لعيب تلاقيه السنه اللي فاتت بيلعب في نادي في وسط الجدول مجرد ما لعب في نادي من انديه كبيره بقى اساسي منتخب مصر وده شفناه على فكره كتير جدا جدا في نماذج كتير يعني مثلا ابرزه مروان عطيه هو مروان عطيه اللي كان في الاتحاد السكندري هو مروان عطيه اللي في نادي الاهلي بس لما لعب في منظومه مختلفه مثلا اكتر ولمس حته افريقيا ولعب وخد بطوله فتشاف فجماهيريا فالدنيا فبتفرق أوكي. يعني مثلا واحد من الناس اللي انا بالنسبه لي شايفهم مظلومين يوسف اوباما ماشي اوباما مظلوم لاسباب كتيره جدا اولا مفيش حد شبهه في منتخب مصر حل. انت عندك اللي بيلعب في نص الملعب كلهم قريبين من بعض ماشي. سواء حمدي فتحي سواء انا مش بقول على حساب مين فاهم بس حمدي فتحي شبه طارق حامد شبه النني شبه محمود حماده شبه محمود حماده امام مختلف شويه امام مختلف فانا شايف ان كلهم قريبين من بعض واحد زي اوباما واحد زي عواد انا شايف ان هو يعني مظلوم جدا في منتخب مصر راجل طب حلو ان انت فتحت القصه دي وخليني اقول لك عليها وبرده كابتن عبد الظاهر يحضرنا في لعيبه بيتاخد عنها صبغه ان هي مش دوليه لا وكان ابرز واحد في الحته دي واللي كل مصر كانت بتستغرب هو حسام عاشور لاعب قائد الاهلي اللي كل المدربين بيلعبوه اساسي اللي بياخد البطولات اللي عنده خبره عظيمه بس ما بيلعبش اساسي هقول لك حاجه بمنتهى الامانه اللي بيحصل ايه ان ساعات مع تجميعات المنتخب ساعات ممكن حد يتعور حد يقع في الراجل يعتمد على ناس معينه فبقى هم دول فرقته دليل محمود حماده مثلا راجل من ساعه ما من رجال خلاص من البلدي هو واخد وبعدين بعد ما بتلعب انت اربع خمس ست ماتشات بيبقى عندك انسجام فانت كمدير فني بتقول انا محافظ على الانسجام بتوعي عشان كده حتى شفناه اختار لعيبه موقوفه من نادي الزمالك زي صبحي وزي احمد فتوح. فهو اختار فكره ان انا عندي لعبه منسجمه ده الخطوط قريبه من بعض مش لسه هجيب حد اجربه دي بتيجي دايما في منتخب مصر اللي يركب في الاول كده ساعات بتمشي معاه سنه خلاص بيبقى ركب توفيق توفيق سبحان الله الكوره دي سبحان الله فعلا فيها عنصر كبير جدا من التوفيق وارزاق لكن يقع منك بقى اتنين لعيبه ليهم منورين وتيجي تقول ايه هيروح منتخب طب ما يروح هيروح مكان مين طب هتلعبه مكان مين يعني مثلا انت قلت اسمين ثلاثه زي مثلا اوفا وزي مين تاني زي زيكو وزي زيكو طب انا لما اخد حد من دول لعب مكان مين لا انا اقول لك على حاجه اقول لك ببساطه جدا مش شرط العيب بس اشوفه يا ابو العيله في اجواء المنتخب مخضوض بيتعامل ازاي بيسمعني اقول لك اسم زيزو احمد سيد زيزو ماشي. نادي الزمالك لو قعد مكسر الدنيا في الدوري وما انسجمش في رقم 8 كان ممكن يلعب لا اهو لعيب اخترع له مكان اختار لا هو جبر المدير الفني لما حطه في الحته دي نور قوي ماشي وخلاص الراجل لما حطه في 8 وحطه تحت صلاح لان زيزو كان ما ينفعش ما يلعبش بره هتلعبه على مين
انا فاهم بس قصدي لا انا انا لو مدرب تاني. وعندي اسم كبير زي ده او نجم كبير زي تاني. ده هخلق له مكان في لعيبه بتتظلم اسم تاني الحضري بطل كم كم حارس كم حارس كتير. وما لعبش بطل كتير. كم يعني وكم حارس ما لعبش يعني كم كم حارس اتظلم في عهد الحضري كتير قوي جيلين جامدين جيلين معلش عبد الواحد وعم منصف كانوا من احسن اجوان في مصر دي حقيقه وبيجوا معانا المعسكر كتير كتير كان بيجوا معانا المعسكر وبيلعبوه وامير توفيق امير عبد الحميد كان في حراس مرمى عظماء لكن الراجل ركب ركب واثبت ان هو خلاص فبقى خلاص في ناس كتير قوي اتظلمت معاه صح اتظلمت معاه جدا مش عشان هي وحشه لكن الراجل خد المكان خلاص اوكي احنا مثلا قعدنا نلعب من 97 لحد 2010 احمد حسن ماشي. الاماكن دي انت طالما حجزتها زي ما بقول يعني ناس بتكلم ابو العلا انت رحت المنتخب بقيت اساسي خلاص انتهت انا كمدير فني اجرب لما يكون عندي وقت اوكي لما يكون انا عندي بتكلم وقت. بس فكره ان انت لو عندك معسكر سهل الراجل ده الراجل ده بقى شوف تعدى ال 60 لاعب وخدهم طب ممكن خد كل الناس اسالك سؤال واضح وصريح وسريع جدا قبل ما اطلع فاصل لو احمد امين اوفا ده مهاجم الاهلي او الزمالك هيروح مش هيروح المنتخب يلعب هيروح المنتخب طبعا لو طبعًا. مصطفى زيكو ده بيلعب في الاهلي او الزمالك هيروح المنتخب ما هو اللي راحوا قبل الاهلي زيكم اللي راحوا مين؟ يعني من اسبقية الحجز كريم ليه؟ ما احنا قلنا اول واحد او مدير فني اول ناس بيبص عليهم الاهلي والزمالك صح جدا ماشي خلاص انت جاوبت عليها نطلع لفاصل سريع نرجع نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل الكلام ده خليكم معانا لكل زمان ومكان اهلا ومرحبا بكم الدوري المصري ممتاز بيعود خلاص خلال يومين من دلوقتي ان شاء الله والترتيب طبعا كلكم عارفينه لكن تعالوا نفكركم مره ثانيه بيه الاهلي على القمه ب 13 نقطه وبالتساوي مع بيراميدز بنفس الرصيد لكن الاهلي لعب لقاء واحد اقل من بيراميدز مودرن فيوتشر وزاد الاثنين بنفس الرصيد برضو في الثالث والرابع ب 12 نقطه الاتحاد بياتي في المركز الخامس ب 11 وبعدين فرقتين ب 10 نقط ام بي في المركز السادس وطلائع الجيش في المركز السابع وبعدين فرقتين برضو بتسع نقط الجونة في المركز الثامن والمصري في المركز التاسع وبعدين ثلاث فرق بثمان نقط الزمالك في المركز العاشر البلدية في المركز الحداشر وسموحة اتناشر سيراميكا كليوباترا بسبع نقط في المركز التلاتاشر الاسماعيلي في المركز الاربعتاشر ومعاه اربع نقط وبنفس رصيد فاركو في المركز الخمستاشر والداخلية في المركز الستاشر ومن هنا الخطورة لحد البنك الاهلي في المركز السبعتاشر بثلاث نقط والمقاولين بنقطتين فقط لا غير نمسك بقى كل فرقه كده سريع سريع كابتن عبد الظاهر الاهلي السنه دي البدايه ما كانتش احسن حاجه خساره السوبر والخروج من الدوري الافريقي لكنه دلوقتي متصدر بالارقام هو ماشي كويس لكن بيفوز بصعوبه جدا هل الاهلي مطمن الاهلاويه ولا لا في شويه حاجات كده تقلق الاهلي دايما محطوط في الصداره الاهلي دايما محطوط رقم واحد حلو الاهلي دايما عليه ضغوط ان هو يبقى رقم واحد الاهلي هيقابله مشكلتين عدد الماتشات ايوه وروتيشن ضغط المباريات ضغط المباريات والروتيشن الكتير اللي كولر بيعمله بالظبط كده أوكي. هما الاثنين لو قدر يحلهم المدير الفني طبعا التوفيق في الدوري ودوري الابطال التوفيق لانه اخر ماتشين سيراميكا والجونه ما كانش احسن حاجه صح سيراميكا حتى المقاولين سيراميكا ما كانش كويس خالص سيراميكا كانت احسن صح. وكان ممكن يطلع من المباراه على الاقل بنقطه على الاقل بنقطه صح. لكن المفروض فنيا يخسر الماتش جه في الجونه
نفس المشكله تقصد نفس الروتيشن ان يخسر الاهلي الاهلي يخسر أوكي. بس حاله الطرد حاله الطرد فرقت بشكل كبير جدا أوكي. المسج ده لما خده في سيراميكا ما طبقوش كمان في الجونه صح. لا غير 8 افراد 8 لعيبه في المباراه شايف الروتيشن زايد شويه الروتيشن زايد فبتضيع الشخصيه ماشي. الروتيشن لو ما اتعملش صح تحس ان انت كل ماتش يبقى ضريت فرقتك اكتر من بالظبط. طيب بيراميدز يا ابو العلم بيراميدز داخلين السنه دي مع مزدوجه دوري عايزين ينافسوا عليه ودوري ابطال افريقيا عايزين ينافسوا عليه هل يقدروا بالسكواد العميق اللي أقوى عندهم سكواد. باقوى سكواد تقريبا أقوى في مصر سكواد اقوى سكواد ها حلو خلينا نقول ان باقوى سكواد في الدوري هل الفرقه دي تقدر تاخد الدوري من الاهلي اللي هو المنافس المباشر دلوقتي السنه دي عليه ودوري ابطال افريقيا معاه مجموعه صعبه جدا بتضم صن داونز ومازيمبي غير ان قدام طبعا في العمالقه كلهم ده فريق ده مجموعه فيها صن داونز صن داونز ومازيمبي فرقتين صعبين كسبوا مازيمبي ماشي بس يعني بتكلم انها فرقه صعبه فرقتين صعبين صح. هل تقدر تروح قدام في الاثنين تنافس هنا وتنافس هنا او تاخد هنا وتاخد هنا هي عامله سكواد يقدر يعمل ده لكن دايما بيقابلوا مشكله خلق الدوافع واستمراريتها أيوة. لان أيوة. عدم وجود الجماهير دي بتفرق فرق كبير مع فرق بشكل كبير مع فرقه بيراميدز فكره ان انا اداريا محتاج ان انا دايما اخلق دوافع لفرقه زي بيراميدز لكن هي كسكواد تقدر خبرات افريقيا معاها والتعاون مع بطولات الافريقيه على فكره مش بالضروره بس تبقى عشان انت افضل فريق او قوي تعرف تاخد بطولات افريقيا بطولات افريقيا بيبقى فيها ساعات تفاصيل في النص غير الفنيات هي اللي بتصعبها بس معتمده على اللعيبه اللي عندها خبرات افريقيا وكل السكواد تقريبا لعب افريقيا عندهم بس بقى لهم فتره ما تعاملوش مع ان ياخد بطوله افريقيا أوكي. بطوله افريقيا ساعات بيبقى ليها كده طريق تعرف وانت وحش تكسب تعرف برحله طيران شاقه تعرف ما تطلعش بخساره تعرف تلعب في ملعب وحش واجواء صعبه في افريقيا وتعرف تكسب وتعرف تخطف وتعرف تلعب بفلسفه بره ملعبي غير جوه ملعبي فيها كده تفاصيل ساعات بتفرق وعلى فكره دي اصعب حاجه في بطوله افريقيا المحطات دي افريقيا على المستوى الفني هتلاقي فيها 3 4 محطات بس الاقوياء وممكن ما يطلب لهمش كلهم لان بيكسروا بعض بالظبط بيطلعوا بعض غير الدوري انت بتلعب 34 محطه فكده كده هتقابل كل الناس وكده كده لازم تكسب كل الناس عشان تاخد مينيمم على الاقل مينيمم 25 محطه قويه دي حقيقه فده بيراميدز يقدر يشتغل عنده السكواد اللي يقدر يشتغل ده لكن هيتبقى زي ما قلت لك خلق الدوافع المستمره على الصعيدين صعيد الافريقي وصعيد الدوري فرق معاه ان بدايته السنه دي الى حد ما كويسه بالأرقام كان بيقع السنين فاتت بالبدايات البدايه بتاعته ساعات بتبقى ما بتخدموش فبيقع بدري طيب مودرن فيوتشر يا كابتن عبد الظاهر مودرن فيوتشر من الفرق اللي اتخلقت عنده طبعًا. دوري وعنده كمان كونفدراليه بالظبط كده وتغيير هويه شويه من علي ماهر لفورموسيني طبعا المودرن فيوتشر انا شايف فرقه كبيره فرقه بتقدم كره كويسه محافظه على الرانك بتاعها محافظه على ترتيبها بشكل كبير كاريزمتها حتى بالناس اللي مشت منها خالص ما حسيناش بتاثير لان ثلاثه تقال كمان بوب ولاشين ومرعي ثلاثه تقال ثلاثة غير سعد سمير طبعًا. غير نيدفيد نيدفيد طبعا كان شيء مهم جدا ما تأثروش لان رقم 2 ورقم 3 كانوا متحضرين كويس وجاهزين كويس زائد ان هو نادي مستقر زائد ان هو نادي اتبنى كبير فلما اتبنى كبير استمر موجود والإدارة الجديدة الهدف اللي انت عايزه السنة دي تقدر تحققه انك تبقى بي 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 يعني بتشكيلتك دي وفي بطولتين بتحاول انك تنافس عليهم هل تقدر؟ بص يا كريم في الانديه دي عباره عن شخصيات غير الاهلي والزمالك بطل ده ليفل اوكي خلاص ماشي في ليفل تاني اسمه المنافس شخصيه المنافس بيراميدز فيوتشر الاتحاد فاهمني الانديه اللي هي عندها امكانيات وجماهيريه واللي هي عندها سكواد كويس جدا أوكي. عشان تتنقل من شخصيه المنافس لشخصيه البطل مش سهله خالص لا قصه تانية خالص تماما لكن ممتازين جدا وهايلين جدا ماشي. سواء بيراميدز سواء فيوتشر سواء اي فرقه بتبقى موجوده في الرابع لان كل الدوري على اخر 10 سنين او اخر حتى اي حاجه بعد الاسماعيلي يعني كان الاسماعيلي دايما الاهلي زمالك اسماعيلي وبعد كده كله بيلعب في الرابع احنا برضو نفس الحكايه نفس الموضوع اهلي زمالك بيراميدز بترتيبهم بقى ايا كان الموضوع ايه لان بيراميدز بدا يزق لقدام بدا يزق الثاني طبعا في المشاكل اللي فيها نادي الزمالك لكن بيستغل انه ياخد المكان ده بالظبط كده فالرابع هو دايما بيبقى عليه الخناقه من الفرق كلها من بقيه ال 18 ماشي احنا اتكلمنا عن زاد فتعالى نعدي زاد ونخش على الاتحاد السكندري الاتحاد قادر السنه دي انه يكون في مكانه حلوه زي دي يعني الخامس ده من اعتقد ان هو يعتبر مرضي جدا هل الاتحاد قادر انه يكمل فيها خامس سادس دي ممكن لكن فوق كده لا مشكله شويه مربع صعب لان بصراحه في بعض الاداء كان بالنسبه لنا مثلا ممكن تحس ان هو مش مقنع وكان في مفاجات غريبه جدا وتلاقي ممكن يمشي على سطر
ويسيب سطر. دي فرقت بشكل عام مع فرقه الاتحاد السكندري رغم ان هي عنده عنصر الجمهور فرق معاه بشكل كبير جدا. استغلال ملعبه فرق معاه بشكل كبير جدا. عنده افضل مهاجم في الدوري زي ما اتكلمنا عن مدرب كبير عنده مدرب عنده خبرات طبعا زي كابتن طارق العشري لكن مش حاسه يقدر يعدي الحته دي. اوكي يعني لو السادس ده بالنسبه لنا منطقي ده اللي ممكن يكون الهدف اللي بيلعب عليه كابتن طارق العشري ده الهدف اللي محطوط مثلا كل مدير فني كل فرقه ليها هدف طبعا. ده اعتقد هم مشكلتهم الكبرى فنيا غياب مبرولو بيفرق جدا معاهم جدا مش 60% من فرقه صح التحول. جدا صح جدا. اللي بعد كده كابتن عبد الظاهر امبي وانتوا الاثنين لعبتوا في امبي يعني عبد امبي مع تامر مصطفى وخدتوا بطوله بالظبط امبي مع تامر مصطفى عاملين شكل وعندهم لعيبه كتير كويسه يقدروا يعملوا حاجه برضو هم في مكان كويس هم سادس احسن منظومه في الدوري ممتاز واقعيه حلو يعني الجمله قوي ماشي يعني من احسن المنظومات اللي موجوده سواء اداره سواء مدير فني ماشي. سواء لاعبين موجودين أوكي. انا واضح جدا انا بعتمد على ناشئين يعني فاهمني يعني ما بجيبش نجوم كبيره خالص ما بدفعش ارقام كبيره لكن استثماري كمان ممكن اعمل حاجه حلوه لكن ابيع جدا فشخصيه امبي خلي بالك كانت الاول اول ما بدا امبي كان رايح لشخصيه المنافس صح جدا فبقى يجيب ابو العيلة وعبد الظاهر ووليد سليمان وبقى جاب مجموعه وشعيب كان مجموعه هايله جدا من النجوم واخد بطوله فعلا وعمرو زكي وخد بطولتين كاس مصر خد بطوله نجح فيها رجع تاني للهوية ان هو يربي ويبيع ده انا سعيد جدا ان انت واضح صح الوضوح ما بيخليش المدير الفني عنده عشوائيه في الموضوع اللاعبين عارفين ان هم هيطلعوا عشان يتباعوا عشان يلعبوا كويس يتبروزوا هنا كل واحد عنده تارجت بيحققه صح كل صح واحد عنده تارجت صح جدا فعجبني جدا كمان طريقه اداره تامر مصطفى تامر من المدرب المشاريع المهمه جدا صح جدا صح جدا في الكره المصريه تامر من المدربين الهايلين جدا اللي موجودين وعامل من السنه اللي فاتت مش من السنه دي طرائع الجيش طرائع الجيش مع كابتن عبد الحميد بسيوني برضه في مكان كويس في المركز السابع 3 فوز وتعادل وخسارتين وعندهم فرقه حلوه ومعاهم مدرب عارف كويس قوي المواصفات بتاعه المكان والطموح برضه 3 فوز ده انا كنت في الاستوديو 3 فوز والله وشك حلو عليهم ماشي انا عايز اقول لك ان فرقه امبي وفرقه طلائع الجيش قريبين من بعض جدا في كل حاجه حلو اولا الارقام واحده من 6 ماتشات 3 فوز وواحد صح. تعادل واثنين هزيمه معدل الاهداف قليل جدا ليه 6 اهداف داخل فيه 4 6 على 4 و6 على 5 صح اللي عايز اقوله بقى ايه ان طلائع الجيش وامبي بيلعبوا بمدرسه اكتر فرقتين مميزين في حته اللي هو ايه الزون ديفنس الدفاع الطريات الدفاعيه والتحول السريع من الحاله الدفاعيه ليه عندي 2 3 لعيبه بعتمد عليهم بيلعبوا كاونتر اتاك يعني اذا الواقعيه جدا الواقعيه الشديده لدرجه ان انت لو يعني لو امبي او طلائع الجيش لعبوا فرقه محتاج ان هو يفتح الجيم هيبقى عنده مشكله حلو هو بيبقى مميز قوي قوي في الفرقه اللي هي بتبقى جايه تهاجمك ليه بيلعب جيم دفاعي زي ما امبي خطف فرقه الزمالك زي ما طلائع الجيش برده يعمل مفاجاه قبل كده ويقدر يهدد بيراميدز ويعني عنده طلائع الجيش عنده الحلين دول هو يلعب جيم دفاعي كويس جدا 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 وعنده تحولات سريعه تعتمد على واحد عنده سرعات يلعب عليه كريم طارق لو موجود الناحيه الثانيه في امبي رفيق كابو الاثنين دول يعني هم دول طريقه لعب بدليل معدل اهداف اقل خد بالك معدل اهدافهم اقل من فرق كتير تحتيهم صح صح بس هم يعني الناتج احسن الناتج احسن ماشي من طلائع الجيش خلاص عدينا الجونه المصري بالنسبه لي لغز السنه دي مصر حكايه علي ماهر مدرب كويس سكواد كويس جدا جمهور عظيم جدا رئيس إدارة نادي هايله جدا طب ايه مشكله الزمن الوقت مدرسه علي ماهر ما بتاخدش منه حالا لازم تاخد شويه وقت لازم تاخد شويه وقت ماشي لازم يتعودوا على طباع رقم واحد وحط تحت طباعه ده 100 خط بس هو تجربته لازم يفهموه يعني هم فاهمين دي تجربته الثانيه في المصري لا مش نفس اللعيبه اللي موجود ما كانش نفس اللعيبه قوام منه كتير لكن مش نفس اللعيبه حلو طريقه اللعب الديفنس الهجوم والديفنس موجوده الريسك اللي بيلعبه علي ماهر ماشي. يعني اكتر واحد بيعمل ريسك هو علي ماهر حلو يعني هتلاقي اكتر واحد بيهاجم في الدوري الممتاز هو علي ماهر واكتر ناس بيحطهم كتشكيل ان هم عندهم مهمين. الناس على الهجوميه اللي موجود فهو من نوع الفرق الكبيره ان هو مدربين من الفرق الكبيره ان هو ما فيش مره انا اشتغلت مع علي سنتين عمره ما قال في المحاضره احنا لو ما كسبناش نتعادل والله ما كسبناش ولا ماتش ولا ماتش والله العظيم ثلاثه عمره حتى انا كنت بقول له علي طب لو ما كسبناش انا ما فيش عندي
ما كسبناش دي انا رايح بالفرق الكبيره بالفرق الصغيره كل حاجه كل حاجه فمن نوع اللي هو عايز كل مباراه يكسب ثلاثة فوز المدرسة ثلاثة فوز ثلاثة هزيمة ايوه ما في الست مش عارف صح هو قالها صح يعني هو ما عندوش في قاموسه التعادل سنتين كل يوم مع بعض فاذا النهارده عشان اللعيبه دي تفهم كده السكواد ده يفهم كده النادي يفهم كده الاداره تفهم كده هياخد وقت اوكي هنا تيجي المشكله الجمهور طب عشان كده ساعات الجمهور بيبقى عامل مهم جدا وده شيء مهم جدا انت 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 نظريا انت وعمليا كمان انت جبت كل حاجه اي اسم اتقال عليه جبته لكن جدا. عليك الصبر عليك ان انت تصبر على المدير الفني عشان كده طبعا عايز ايمان قوي بالمدير الفني وثقه فيه ماشي من المصري للزمالك ابو العلي الزمالك في موسم صعب اداريا وفنيا تغييرات هنا وتغييرات هنا وفي نفس الوقت سكواد مش اقوى حاجه في مشاكل كتيره والنجوم اللي تشيلك في الازمات دي مش كتير برضو سوبر ستارز يعني بتعد 3 4 ومستني الونش يرجع عشان يبقى مع شيكا وزيزو وبتاع فقصدي ان الامور مش احسن حاجه الزمالك الموسم ده وتحديدا في الدوري مش هتكلم على الكونفدراليه دلوقتي لكن الدوري موسم الخروج باقل الخسائر ولا لا وليه لا ما طلعش لقدام خالص بص لو حصل عقد هيكله وقد يفتح القيد في شهر يناير ممكن ساعتها نتكلم ان يبقى في حلول لكن الزمالك دلوقتي بيشتغل على فكره تانية خالص فكره ان انا اللعيبه اللي كانت خارج الخدمه بدخلها الخدمه ماشي زي سامسون زي عبد الله جمعه زي ناصر منسي فتره من فترات زي عبد الشافي كان بعيد زي الاسامي كتير زي سيد نيمار ابتدى يدخل عمرو السيسي ناس كتير صح يدخل لعيبه الخدمه هو بيلعب على دي ماشي. وابتدى يدي اللعيبه مستحقاتها عشان نفسيا يقدر ايه ياخد افضل انتاج ساعات انت ممكن تعمل تيم جيد التيم الجيد ده بيجي ازاي ان انا اقدر اطلع افضل ما في اللعيبه يعني مثلا لو اللعيب بيديني 50 60% لا طب انا ممكن اشتغل شويه كمان اطلع منه 90% فلما اطلع 90% ناتج من كل اللاعبين يديني فرقه كويسه ده الحل قدام الزمالك لو اقل الخسائر لكن حرام مش حدش يمسك عصا سحريه الراجل قدامنا معتمد جمال والجهاز اللي معاه مفيش حد معاه عصا سحريه لان قلت لك دايما احسن ان هو اللي يكمل انا شايف والله ما فيش مشكله خالص ايه المشكله خالص الراجل اشتغل وكسب كمان النهارده ماتش ابو سليم الليبي 1-0 ماتش فوز مش سهل لكن فوز بقاله 3 4 سنين ما تحققش على فكره انك تاخد بدايه ضربه البدايه في البطولات الافريقيه ففوز انا شايفه مهم والثقه والمكسب هيجيب مكسب وفاز قلت لك لما دخل اللعيبه بكل طاقتها لما يعتمد على بعض اللاعبين هيفرق معاه مجرد يبقى اشتغل ايه تنظيميا بس كده بالروتوش اللي موجوده لكن مش هيخترع حاجه ماشي مش هيقدر يخترع حاجه يعني طيب احنا عدينا على بدايه المحله فنروح لسموحه سموحه فرقه من الفرق اللي برضو دايما معودانا انها على الاقل في النص الاول من الترتيب يعني فرقه من ساعه تكوينها هي فرقه وكان ليهم موسم كان حلو قوي وصيف الدوري ووصيف الكاس في يوم من الايام مع كابتن حماده صدقي لكن هل سموحه السنه دي مختلفين من الفرق اللي ما كنتش متوقعها يعني من الفرق اللي يعني معاهم مدرب وجود سامي مدرب كويس قوي في وجود الاداره والكيمياء اللي ماشي معاهم وهو من نجاحات دايما احمد سامي في سموحه صح بشكل كبير جدا الكيمياء ماشيه معاه جدا بيختار لعيبه عنده عين كويسه بيختار لعيبه صغيره وبينورها جدا من نوع المدربين اللي انت لما تعوز لعيب يبقى دولي او لعيب يبقى كويس جدا توديه لسامي صح يعني وانا عاجبني كمان في حاجه واخد منه محمد عبد المنعم طبعا يعني وهو كذا لعيب بيبقى عارف هو عايز ايه بالظبط الانتقالات مش بيجيبه وخلاص لا يعني. لا خالص تمام انا عايز واحد بالمواصفات دي واحد بالمواصفات دي الست ماتشات يعني صدمه شويه يعني صدمه اثنين ويكسب اثنين وتعادل اثنين لا كنت منتظر اكتر من كده نتائج احسن من كده احسن من كده فهي يناير مهم بالنسبه له مش عايزه كلام اللي برضو من الغاز الدوري السنه دي سيراميكا كليوباترا فرقه قويه جدا من ناحيه الاسامي فرقه معاهم مدرب كويس وعندهم لعيبه كتير كويسه جدا وبالذات في الجانب الهجومي بتتكلم في قندوسي صديق او جولا جون ايبوكا احمد ياسر ريان محمد ابراهيم فرقه تقيله لكن برضو ارقامهم مش اللي هي وبيلعبوا كره حلوه جد يعني من الفرق اللي انت تعرف تتمتع وتتفرج عليهم من حيث الاداء الجماعي والانسيابيه في الاداء والطلوع بالهجمه محمد ابراهيم ماشي بشكل كويس قندوسي فارق بشكل كويس عامل توليفه حتى هجوميه كابتن ايمن الرمادي يعني مدخل اللعيبه في بعض كده هجوميا اوكي مخليهم بيعملوا استحواذ بشكل جيد قوي بيوصلوا للمرمى سواء بيلعبوا اي فرقه لكن عنده مشكله كبيره جدا في اهداف الساذجه بيدخل فيه اهداف الحقيقه بمنتهى البساطه اي فرقه عايزه تحقق ارقام وتكسب لازم تتعود انها ما تخسرش اوكي ما ينفعش العب 6 ماتشات واخسر ثلاث ماتشات بتبقى بالنسبه لي لا مش دي السياسه ان انا ايه ابقى مش عايز اقول واقعيه مهم ان انا وانا وحش
اعرف اعرف اكسب او ما اخسرش. اوكي طب أو الزمن أنا اللي انا فيه محتاج نقط. طيب انا عشان وقتي قرب يخلص تماما فانا هنقي لك فرقه كابتن عبد الظاهر من الفرقه اللي فاضله وهنقي ابو العلا فرقه من اللي فاضلين. الاسماعيلي ده مهم. هنقي لك الاسماعيلي وهنقي له المقاولين. الاسماعيلي في خطر السنه دي ولا لا؟ بالعكس ممكن جدا ايهاب جلال بما انه مدرب كبير وعندهم جمهور عظيم ان هم يقدروا، وهل مشكلتهم كواليتي اللعيبه بس ولا في مشاكل تانية بالنسبه لك؟ ما عندوش نقطه واحده منوره غير ايهاب جلال. حلو. يعني هو الحل الوحيد جمهور الاول وبعدين ايهاب جلال. بالظبط. طبعا جمهور ده عايز الكلام ده اقوى اقوى حاجه عندهم يعني. لازم الجمهور يفهم مشاكل النادي. حلو. يعني انت ما تطلبش مني كل حاجه. ماشي. يعني ما تطلبش مني ان انا ابقى نادي الاسماعيلي. طبعا انت تطلب مني ان انا اعدي الفتره المظلمه دي فلو اتفقوا على كده البلد والجمهور وسبروا هديو لان أوكي. طريقه ايهاب كمان يعني يشتغل في الشخصيه دي ما بتعرفش تشتغل كده. فاهمني؟ هو رايح بحب خلي بالك ورايح بريسك. طبعا كاسم ايهاب جلال رايح بريسك. صح، لان في الفترات الاخيره ايهاب جلال المحطات بتاعته مش احسن حاجه. طبعا فاذا النهارده الاثنين محتاجين بعض جدا. ايهاب جلال محتاج انه ينجح، نادي الاسماعيلي محتاج ايهاب محتاج يعدي اللي هي فتره القيد ديت، قفل القيد بتاعه. لما يفتح القيد انا شايف ان نادي الاسماعيلي ممكن يرجع تاني يا رب ان شاء الله. طيب المقاولين، المقاولين برضو من الفرق الكبيره اللي بالنسبه لي تجربه مهمه جدا وتجربه استثنائيه في الكره المصريه، لانه في الاخر هو شركه، لكن شركه قدرت تفوز بالدوري، شركه قدرت تفوز بافريقيا، فرقه قدرت تعمل تاريخ عظيم من غير جمهور، طلع لنا احسن لعيب في تاريخ مصر. بالظبط كده محمد. فدي برضو حاجه يعني من الفرق اللي ما ينفعش تشوفها في المكان ده. بص، فالمقاولين السنه دي ايه مشكلتهم؟ بص السنه دي المقاولين انا في وجهه نظري يمكن اسوأ بدايه ليه في مواسم كتير جدا جدا. ماشي. لو قلنا اخر 7 8 10 مواسم ممكن يكون دي اسوأ بدايه لفرقه المقاولين. الغريب ان كابتن شوقي غريب انه مستمر معاهم اكتر من موسمين. فدي برده لغز غريب جدا جدا. انت او كابتن شوقي غريب على فكره عامل طفره معاهم جدا، وكان حافظ معاهم على البقاء السنه اللي قبل فاتت، والسنه اللي فاتت عمل معاهم طفره، عمل بدايه كبيرة. حلوه وعين الدنيا برده وقعت. السنه دي بقى دروب غريب قوي قوي قوي. بس انا شايف ان فرق مع فرقة المقاولين السنة دي اثنين لعيبة لما بيتصابوا بيفرقوا معاهم بشكل كبير جدا. مجلي او سافيولا وكمان جبنة. عنده كام لاعب كده وفايد نشا يعني عنده كام لعيب كده لما بيتعوروا لا فرقة المقاولين بتهز بشكل كبير. ده فرق معاه. كمان كمان عنده من احسن اللاعبين الافارقة اللي موجودين في الدوري باستغلالا ليهم. كابتن شوقي بيعرف يستغل اللعيبة الافارقة اللي عنده ونوعيتهم الحقيقة مميزين جدا. لكن اجمالي طبعا بدايه مش جيده. خد بالك اكتر فرقه استقبلت اهداف 13 هدف. فهم طبعا خطر كبير. احنا خلصنا خلاص كلامنا، وطبعا يعني في الاخر لازم اشكر الكباتن اللي نورونا وشرفونا النهارده في الحلقه الثانيه من حصاد الدوري المصري الممتاز. كابتن عبد الظاهر بشكرك على وجودك معانا. حبيبي يا كريم، متشكرين جدا. شكرا جزيلا. ابو العلا بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كريم، استمتعت والله النهارده. حبيبي نورتونا واتكلمنا كتير والدنيا حلوه الحمد لله. الخير كتير النهارده. بشكرك شكرا جزيلا ودايما نتقابل على خير.